to share experience with you.
أحييكم مع مباريات فيبا وصل. وبهالأمسية جمهور حلبي كبير جدا من ثلاث أربع ساعات، بل من ثلاث أربع أيام عم بيحضر حاله ليآزر الفريق المتوج يوما ما ببطولة الأندية العربية، واحد من أهم أقطاب كرة السلة السورية والعربية، نادي أهلي حلب. نحن مع قلعة أهلب أو قلعة حلب، الفريق العريق جدا مشاهدينا الكرام، عم نشاهد جماهير كبيرة عم بتكون صغار كبار عم بيكونوا حاضرين، عم بيستضيفوا فريق نادي الحكمة اللبناني عملاق الأخضر، عملاق الأخضر، العملاق الأخضر لنادي الحكمة عم بيكون حاضر، هذا العملاق القادم من العاصمة اللبنانية بيروت، بطل آسيا ثلاث مرات والمتوج باللقب العربي مرتين. إذن لقاء الكبيرين جدا تاريخيا. هنا هالجماهير عم بتآزر، هلا جماهير اللي عم تحضر هي لا تعشق فقط الباسكتبول في حلب، بل تتنفس كرة السلة بكل لحظة صدقوني. وهالحكي مش من سنة ولا من سنتين ولا من ثلاثة، نادي الأهلي الحلبي متأسس عام 1951، فريق الأهلي الحلبي اللي بلش يسيطر على الباسكتبول في سوريا منذ عام 1979 وظل يربح ويكون البطل لغاية عام 1993. النادي الأهلي الحلبي كل عاشق لهذا الكيان عم بيتنفس الباسكتبول، واليوم عم بيحاولوا يأزروا فريقهم أمام العملاق الأخضر القادم من لبنان، فريق وراه كمان جمهور ما بيرحم أبدا، ما بيهدى أبدا. جمهور القلعة الخضراء هناك في العاصمة اللبنانية بيروت قصة كبيرة وحكاية كبيرة لأهم فريق باسكتبول عربيا حتى طبعا في آخر عقدين، نادي الحكمة اللبناني نادي الأهلي الحلبي وجها لوجه في مواجهة متجددة، مواجهة لفريقين من عملة واحدة، قلت جمهورهم التنين بيتنفسوا باسكتبول. نتمنى نستمتع بها الحلبي، مواجهة مع فريق الحكمة اللبناني، الحكمة اللبناني أول فريق عربي ربح بطولة آسيا، وبيبقى فريق الأهلي الحلبي ربح قبله بطولة الأندية العربية عام 1992، لكن بعد ذلك نادي الحكمة اللبناني ربح بطولة الأندية العربية مرتين. إن شاء الله بنستمتع إحنا وياكم بهالأمسية. حلب 91-69 في بطولة دبي لكرة السلة 20 يناير عام 2008، الحكمة ربح على أهلي حلب 7 بالاتحاد، لكن هو الاسم المحبب لهم والاسم الحالي لهم حاليا هو أهلي حلب، لم يسبق أن ربح بطولة الأندية الأسيوية، لكن صدقوني اللي خلفه هيك جمهور رح يعمر كمان 30 سنة بالباسكت بول و40 و100 سنة ليه لا، لأنه هذا الفريق تأسس عام 1951. وبغض النظر شو عم بيصير اليوم، عم بيزحف نحو قاعة الحمدانية ليآزر بصوت واحد العب يا أهلي. مش معقولين الأهلوية، مش معقولين الأهلوية كيف عم بيكونوا حاضرين، وقديش عندهم جنون وقديش عندهم حب للرياضة، صغار كبار الأهلوية عم بيكونوا حاضرين. لحظات رح نبدأ هالمباراة، شوفوا هاللقطة، مش قلت لكم هذا الشعب مو بس بيحب الباسكتبول، بيتنفس الباسكتبول،
بيتنفس الباسكتبول، بيتنفس رياضة. الأهلوية والحكم حبايب، نادي الحكم الحبيب، أهلا بأهل فادي الخطيب. فادي الخطيب كان لاعبا سابقا لكلا الفريقين على مستوى التدريب، غسان سركيس وفؤاد أبو شقرة كانوا دربوا الحكمة ودربوا أهلي حلب. فؤاد أبو شقرة العام الماضي ربح بطولة الدوري، لم يفوز غسان سركيس ببطولة الدوري، لكن ما بيمنع أنه كلا المدربين دربوا الحكمة وكلا المدربين دربوا كذلك أهلي حلب، وما بيمنع أن الأسطورة اللبنانية فادي الخطيب لعب للفريقين. عموما المباراة رح تبدأ بعد لحظات، شوي شوي راح ادخل معكم بالتشكيله. امامنا الحكمويه بوبو، مارك فويري، احمد ابراهيم، كريم عز الدين التونسي، رضوان بن سليمان وبيير جاكسون، والكوتش جاد الحاج، عزيز جمال الدين، عزيز طبعا عبد المسيح جمال الدين، عمر جمال الدين، باسل حرفوش، رودريك عائل، سيكويك، رودي حاج موسى، الياس السبعلي، وايتر ماجوك، هم طبعا اللاعبين البنش. راح نشوف طبعا تشكيله الفريق الاهلي الحلبي. هنا بيلال اتلي، براون، كندريك، اندري فارس الجديد البوسني، ميلان ميلوسوفيتش لاعب شباب الاهلي الاماراتي سابقا، نديم عيسى او العيساوي كما يحلو للاهلاوي ينادوه، والكوتش هو سفيان فرجاني من تونس. اذا كيني براون عم بيكون كلاعب بوينت جارد بتشكيله فريق الاهلي الحلبي. اذا عم نتفرج حاليا بتشعر انه الفريقين ما في بيج جايز، وعلى فكره على مستوى الريباوندز كلا الفريقين تقريبا في افضليه للاهلي الحلبي باول مرتين. هم الفريقين لعبوا مع نفس الفرق، التنين خسروا من غورغال الايراني والتنين فازوا على النفط العراقي. لحظات راح تبدا هالمباراه. نسبه فريق الحكمه على الثري بوينتس 40%، نسبه فريق اهلي حلب على الثري بوينتس اقل من ذلك تصل الى 32%، لكن الفريقين متعادلين على نسبه النقطتين 48% بطبيعه الحال. على مستوى الرميات الحرة الفرق السورية بشكل عام عم بتعاني، أهلي حلب 62%، الحكمة على الفري ثروز 74%. بدي أرجع أذكر أهلي حلب على الثري بوينتس 37% وليس 32%، على التو بوينتس 48%. المباراة رح تبدأ، والصراع بين الدولي الحالي بمنتخب لبنان كريم عز الدين والدولي لمن مثل منتخب شباب سوريا في بطولة آسيا في منغوليا، كانت أول مشاركة لبيلال أطي. عموان ميلان ميلوسوفيتش بيربح الكرة، أندري فارس من يحمل جنسيتين السورية والسويدية عند ميلان ميلوسوفيتش، بياخذ الجوم شوت اول ريباوند بالجيم عند مين؟ عند اللي سجل 39 نقطة على غورغان الايراني، اول بوزيشن بالجيم عند اللاعب اللي سجل 10 ثنائيات من اصل 12 اللي كان اون فاير امام النفط العراقي. عفوا، عموما بياخذ كرة على الثري، وحاليا اول ثري بوينتس له بالجيم، وبيرفع رصيده من الثلاثيات بالجيم بيير جاكسون الى 6 ثري بوينتس البطولة. هاي ثاني مباراة بيلعبها، هو ما لعب امام غورغان لكن لعب امام النفط العراقي وسجل عليهم 39 نقطة منهم 5 ثلاثيات من اصل 11، حاليا اول ثري بوينتس بالجيم. الروعة بيير جاكسون، الكرة دائما عند العيساوي بيلعب في عند ميلان ميلوسوفيتش، بيحاول يلف امام البوسني، لاست تاتش على كريم عز الدين. اذا تلاحظوا في دبل تيم كل مرة عند صاحب 38 سنة واللي عم بيدافع عليه صاحب 43 سنة. مخضرمين لوحدهم شو بدنا فيهم، نتركهم بحالهم، المخضرمين لوحدهم نتركهم لوحدهم. عموما الأهلي الحلبي بطل سوريا 18 مرة، الحكمة اللبناني بطل لبنان 8 مرات، وحاليا كيني براون أو كين براون بيقطع هالكرة، أول تورنوفر على الحكمة الجيم. كين براون جود باس، ميلان ميلوسوفيتش راح ينبلى لك عز اذا تألقت مع الاهلي الحلبي هنا في حلب، والعكس صحيح، ما حدا راح يرحمك ابدا يا البوسني. عموما اول تو بوينتس لميلان، انتوا عند بيير جاكسون، لمين؟ احمد ابراهيم، احمد صار عند بيير جاكسون، بياخذ محاوله الثانيه على الثري، لا جود باس، لكن نايس موف، نايس موف صاحب ال 32 سنه بيسجل نقطته الخامسه بالجيم، والحكمه بياخذ التقدم 5-2. أندري فارس، ميلان بياخذ بعض الشوتات لكن اكيد مش لاعب شوتر من بعيد. ميلان الى أندري، حلو هالشوته، عجبتني هالشوته لكن ضاعت، توصل عند ميلان ميلوسوفيتش. اهلي حلب بقياده التونسي سفيان، وميلان تحت الباسكت عم بيهيمن حاليا مع بدايه الجيم، وعم بيسجل نقطته الرابعه في المباراه اليوم لاول مره. وانا بعلق اضع سماعات الملعب مشاهدينا الكرام لأشعر بالجو أكثر، مرات القليلة بصراحة اللي بعملها، لكن اليوم بدي أستمتع بالجماهير الحلبية اللي عم بتكون حاضرة بطبيعة الحال. وحاليا تو بوينتس عند العيساوي، وحاليا أهلي حلب عم بيتقدم وبالجيم لأول مرة في الجيم 6-5. الرد الحكماوي عم بيكون عن طريق الدوري اللبناني كريم عز الدين،
كريم عز الدين عم بيسجل 2 بوينتس باور فورورد منتخب لبنان. اللاعب اللي سجل 12 نقطة على جورجان الإيراني عم بيبدأ المباراة بأول سلة. الكرة عند براون، براون مقدم شيء كثير فريق الأهلي الحلبي في هالبطولة لغاية الآن. الكرة عند بيير جاكسون صاحب الخمس نقاط، عند أحمد إبراهيم لاعب نادي الحكمة بطل غرب آسيا 3 مرات عم بيربح السلة ورمية حرة إضافية عن صافرة بيحتسبها طبعا الحكم محمد فوزي من الأردن، هناك محمد الطراوني أيضا حكم تاني، وهناك طه الحاشدي من اليمن. 3 حكام على أعلى مستوى نتمنى لهم التوفيق، وهذا مدرب على أعلى مستوى، مدرب منتخب لبنان بكأس العالم. عموما أحمد إبراهيم صاحب 31 سنة اللي ما سجل أي ثلاثية لغاية الآن بهالبطولة عم بيضيع الرمية الحرة، وعلى فكرة هاي تاني رمية حرة بيضيعها بالبطولة بخلال مباراتين، كان عنده 7 من أصل 8 الآن 7 من أصل 9. الكرة عند أندري فارس، الحكمة عم بيدافعوا المان تو مان، أو هون في فاول عم بينحسب بيحتسبه الحكم الدولي اليمني طه الحاشد، على فكرة واحد من حكام النخبة في القارة الآسيوية زي ما عم نشاهده أمامنا، واحد من حكام النخبة. بيير جاكسون صاحب 39 سنة عمل هيوج بيرفورمانس في المباراة الأولى أمام النفط العراقي، 39 نقطة فطبيعي راح يكون عليه رقابة كبيرة. عموماً الأهلوية بيحاولوا على الجامب شوت، براون بيضيع، هاي تاني محاولة له بيضيعها. كرة عند بيير جاكسون في اصطدام، تروح عند مين؟ عند السوبرمان رضوان، عند أحمد إبراهيم، وهي أول 3 بوينتس له في بطولة غرب آسيا، لم يسجل قلت أي 3 بوينتس، 0 من 1 أمام النفط و0 من 2 أمام جورجان، وحالياً أحمد إبراهيم أول 3 بوينتس لهم في بطولة غرب آسيا. في تايم أوت وأول وقت مستقطع عم بينطلب حالياً مشاهدي الكرام، الحكمة عم بياخد الليد بفارق 6 12 مقابل 6. لأشاهد وأتابع حتى وصول الجماهير قبل ما تنطلق هذه المباراة مشاهدي الكرام، هذا الكوتش التونسي سفيان فرشاني. أجواء رائعة كما ذكرت مشاهدينا الكرام، نحن في الحبدانية، نحن بهالمكان في حلب الشهباء اللي تغزل فيها كل من زارها. عموما نحن عند براون، الحكمة عم بيدافع بريس فول كورت، وهي طريقة الكوتش هذا الحاج، عم بيحاول يفاجئ، عم بيحاول يلعب دفاعات مختلفة. واو نايس موف لاطلي، لكن ضاعت، جود ديفنس. ترى بوينتس أهلوية هنا في الحمدانية، أول 3 بوينتس أهلوية في الحمدانية، والكرة حكموية راحت عند أحمد إبراهيم، واحدة لأحمد، واحدة لأندري فارس، واحدة كمان لبيير جاكسون، تنتين للحكمة، واحدة لأهلي حلب. بيير صاحب الفايف بوينتس إلى أحمد، أحمد بياخذ كرة على الثري نو جود الضايعة، أحمد صاحب السكس بوينتس هو هداف المباراة. رضوان على أوفنسيف ريباوند، جود باس، والفينش عم بيكون حاضر للاعب اللي عامل بطولة ممتازة دفاعيا وهجوميا لغاية الآن مع نادي الحكمة، مارك خويري بوبو، روعة بوبو. كرة عند أندري فارس، أندري تمرير تحت الباسكت عند أطلي، أطلي اللي قدم مباراة ممتازة أمام جورجان، عم بيضيع تحت السلة صاحب 23 نقطة، راحت عند بيير جاكسون، جود باس، واو نو لوك باس رائعة جدا من بيير جاكسون، ومارك خويري بيسجل نقطة الرابعة بالجيم، جود جاب لمارك خويري. شوفوا هالتمريرات الرائعة لبيير جاكسون، بيير جاكسون عنده 5 نقاط وصار عنده 3 ريباوند، وحاليا تمريرة مساعدة، وكريم عز الدين كلين ذا كلاس على الريباوند 16-9. نصر عند بيير جاكسون، بيير نايس كروس اوفر، جود باس عند رضوان، خساره هالكره ما كملت. لازم نستمتع مع كل الفريقين، مع كين براون، مع رضوان بن سليمان، مع بيير جاكسون، هذا كين براون. انا ما عجبني لغايه الان اول مباراتين، ما قدم الشيء الكبير لغايه الان بهالمباراه، ما عم بيعطينا الشيء الكبير كمان كين براون. كين عند اندري اللي بيطلب السكرين،
أندري، أندري برصيده 3 نقاط عن طريق 3 بوينتس. هون في مس ماتش، كريم عز الدين بيحاول يوقفه بالديفنس، جود ديفنس للحكمة، الروعة الحكمة. اللي عنده جاد الحاج بدافع، اللي عنده جاد الحاج بيهاجم، واللي عنده رضوان بيعمل سوبر كام. ووو شو حلوة هالكرة، صاحب 43 سنة. بعد الدفاع عم بيحييهم، بعد الدفاع عم بنشوف السوبر جام لرضوان بن سليمان للنجم التونسي اللي عم بيرفع رصيده لثمان نقاط بالجيم. ميلان بيحاول يسجل نقطة السادسة، جود ديفنس لأحمد إبراهيم، النتيجة دبل سكور. بيير جاكسون، بيير رأى الباسكت، فيها فاول باسكت إن، لا فيها رميتين. واو، بداية نارية لرضوان بن سليمان. رضوان رفع رصيده مشاهدينا الكرام ل 9 بوينتس، سامحوني ل 8 بوينتس. بتمنى الإحصائيات اللي بتأتينا من المصدر كمان. بتكون بأفضل حال. عموما بيير جاكسون عم بيضيع الرمية الحرة الأولى. هذا بيير جاكسون المباراة الماضية أمام النفط العراقي سجل 4 من 5 على هالمسافة. بيير جاكسون عم بيضيع الرمية الحرة الأولى. رايح لنقطة السادسة بالجيم، إذا نقطة السادسة بنجاح. رضوان بن سليمان سجل سلة. عموما 6 بوينتس لبيير جاكسون. أحمد إبراهيم عنده 5 نقط، كريم عز الدين عنده 2 بوينتس، ورضوان سجل سلة واحدة. قلت 8؟ لا سامحوني. عموما الكرة دائما عند براون. براون 0 بوينت لغاية الآن للاعب الأمريكي، 0 بوينت. الكرة عند ميلان تحت الباسكت عند اللاعب اللي بلش الباسكت بول بنادي محردة هناك في سوريا، جميل الصغير بيعمل تشيك إن على أرض الملعب. كرة عند رضوان، نقطته الخامسة بالجيم، إن أن أوت ضايعة. ميلان أحسن لاعبي أهلي حلب في الجيم. ميلان عنده 4 نقط مع 3 ريباوند. ميلان ميلوسوفيتش عند كين براون صاحب الزيرو بوينت، مطلوب منك تسجيل. رضوان مطلوب منك الدفاع، وكريم جود ديفنس. نرجع عند ناديمو، ضايعة. أهلي حلب على الثري بوينتس عم بيضيع، وحاليا على فكرة أهلي حلب اللي عنده نسبة 37% على الأرك شايف 6 ثري بوينتس مسجل وحده، وحاليا في جود ديفنس من ميلان على كريم عز الدين. كريم عز الدين عم بيخسر هالكرة. الحكم صار على فكرة عاملين 4 تورنوفر. الفارق الأعلى في الجيم أمامنا نديم عيسى، بروح على البنش. نديم أخذ محاولتين على الأرك ما سجلهم، 1 من 6 بالنسبة لأهلي حلب. رضوان بن سليمان سجل نقطتين، أنا قلت 8، لا سجل نقطتين. أحمد إبراهيم عنده 5-4 نقط لبوبو مارك خويري، وهناك بيير جاكسون اللي فرجانا التسجيل ب 6 بوينتس. عموما أتير ماجوكو بيترك أرض الملعب، وهون كرة ضايعة لميلان ميلوسوفيتش. هذا هو محمد الطراوني حكم الدولي أردني، هناك محمد فوزي كذلك من أردن، وطه الحاشدي من اليمن. تبديلات بيجريها الكوتش جاد الحاج. رودريغ عائل على أرض الملعب، أتير ماجوك أيضا على أرض الملعب. عم بيلعب حاليا ببيج جايز الكوتش جاد الحاج، تشكيلة طويلة، لذلك جميل صغير الآن عليه مراقبة رضوان. عم نشوف ميلان عم بيدافع على أتير ماجوك. عموما هون كرة عند أحمد إبراهيم، أحمد بيحاول يعمل درايف على الباسكت، أوه نايس موف، لكن ميلان في المرصاد بخامس ريباوند إله بالجيم. هون فيها فاول منحسب، توصل عند جميل صغير، جميل بيعكس عند كين براون، هل بينجح بأول نقاطه؟ لا ضاعت، وعلى الريباوند الوحش جميل صغير. من لعب يوما ما للوثبة، ومن لعب للجيش، ومن لعب للوحدة، وبدايته كانت بألعاب القوى. عموما فريقه عم بيخسر الكرة وعم بيخسر جهوده، والأهلي الحلبي عم بيرتكب 4 تورنوفر بالجيم، وأتير ماجوك عم بيحصل على الفاول. رميتين حرتين، هاي الكرة يا جميل صدير قد يحتسبها حكم آخر خطأ غير رياضي. خلنا نشاهدها على الإعادة، خلنا نشاهدها على الإعادة، قد يحتسبها حكم آخر خطأ غير رياضي. مش نعطي كل حدا حقه كمان على الملعب، حكمة أو أهلي حلب بالنسبة لي واحد، هم وجهين لعملة واحدة، جمهور وراهم في كل مكان، فريقين كبار، تاريخ، بطولات، كل فريق ربحان بطولة الأندية العربية، كل فريق قدر يربح بطولة غرب آسيا، أو بالنسبة للحكمة فازوا بغرب آسيا، بالنسبة للأهلي لا، ربحوا بطولة سوريا 18 مرة، كأس السوبر بسوريا مرة واحدة، وقلت يوما ما في بطولة دبي عام 2005 كانوا في المركز الثالث. خلينا نشوف الفاول
هنا الفاول، هذا بينحسب خطأ غير رياضي على مسؤولية معلق اللقاء، رميتين وحيازي كان مفروض ينحسب هذا الفاول، لذلك الحكام رجعوا ولعشان أعطي كل حدا حقه، لا هاي فاول برميتين وحيازي. الآن على مين احتسب فاول؟ على جميل؟ إذا كان على جميل دايركت خطأ غير رياضي، هو ما بينفع في الباسكتبول، هو في كل أحوال لازم ينحسب خطأ غير رياضي. أتير ماجوك رح يكون على الرميات الحرة، الحكم رح يشبك الكتلة اليدين معا وبالتالي خطأ غير رياضي، أنا قلته على المباشر والحكم راح على الإعادة ليتأكد وبالتالي قرار صح 100%. أتير ماجوك صاحب 36 سنة، من سجل 3 نقاط على النفط العراقي ومن سجل 3 نقاط كمان على حساب غورغان الإيراني، حاليا على أول رمية حرة له في الجيم وعم بيسجلها. الحكمة على الرميات الحرة بهالأمسية 2.4 نسبة 50%، الحكمة بتوصل نسبتهم بأول مباراتين أو وصلت نسبتهم أوريدي لأول مباراتين ل 74%. عموما أتير ماجوك أول نقاطه في المباراة. التبديلات اللي عم نشاهدها على أرض الملعب، سي كويك بالقميص رقم 13، رودريج عائل بالقميص رقم 11، أتير ماجوك على أرض الملعب، هم الثلاث لاعبين اللي ما شاهدناهم بالتشكيل الأساسي للكوتش جاد الحاج. عموما أحمد إبراهيم ياخذ المباراة على عاتقه وبيحاول عرض الثلاثة، ضاعت سرقها خريج كلية الصيدلة في حلب الجميلة أنتوني باكر. عموما براون أخيرا بيسجل للحلبية، براون بيأتي بالثري بوينتس، الروعة براون، هذا مطلوب منك تسجل. عموما هاي اول محاوله بياخذها على هالمسافه براون، سامحوني لا هاي ثالث محاوله له على مسافه واحد من اصل ثلاثه. كره عند احمد ابراهيم الى رضوان، رضوان نايس بول فيك يا وحش. الراحه الدولي التونسي منك شو لعيب، من لف الانديه الاوروبيه والعربيه، من لعب محترفا في البرتغال، من لعب في الهلال السعودي، من لعب في النصر الاماراتي، من لعب للشعب في دوله الامارات العربيه المتحده، من لعب في سلا المغربي، في دينامو اللبناني، عم بيسجل. وسيك ويك عم بيلعب اجريسيف جيم مع جميل صدير. رضوان بن سليمان متوج مع منتخب تونس بثلاث بطولات افريقيه، لكن اليوم عم بيتوج بجهوده ليكون واحد من اهم اللاعبين مع اهم الانديه العربيه تاريخيا، نادي الحكمه اول فريق عربي شارك في بطوله العالم لقارات او بطوله الانديه. عموما بالنسبه لاهلي حلب اول فريق شارك او نايس دانك قبل هيك ايتي، ما عم بيخلينا نحكي، وايتي عم بيسجل نقطته الرابعه بالجيم، قلت اول تو جيمز سجل ثلاث نقط على حساب النفط وثلاث نقط على حساب غورغان، وحاليا نقطته الرابعه بالجيم، صاحب ال 36 سنه، مش معقول اي تي الديطار. الروعه اتير ماجوك، يا ريت نشاهدها على الاعاده. اتير اللي تواجد يوما ما مع اهلي بنغازي الليبي كمان، ولعب للزهره في تونس، لعب لبيروت، لعب للمستير التونسي، لعب للعربي القطري، ولعب للعديد من الانديه. اتير اللي كمان يوم بعد يوم عم بيحاول يثبت حضوره مع نادي الحكمة. عموما براون بيحاول يسجل على الثري، واو تاني ثري بوينتس، وفي خلل دفاعي رهيب عند نادي الحكمة. عموما الفرق بينزل ل 12 من 12 لفرق ال 10 نقاط، او من 13 لفرق ال 10 نقاط. عموما الكرة عند صاحب الرقم 13 سيكويك، والرقم 13 التاريخي بالنسبة لنادي الحكمة، حمله اللاعب الأسطورة إريم شنتف. عموما جود بوكس أوت لجميل صدير، تصير أهلاوية، في فاول عم بيتصفر لمصلحة كين براون، هذا الفاول الثاني على الحكمة. خطأ غير رياضي عم بيحتسبه الحكم، وبالتالي هناك رميات حرة للأهلي الحلبي. خطأ غير رياضي على الحكمة، وخطأ قبلها غير رياضي كان على أهلي حلب. أنا ما بعرف سيكويك إيش كان عم بيفكر بهاللقطة الماضية، أعتقد على سيكويك الخطأ الغير رياضي، يا ريت المخرج يعطينا إياها كمان. ما بعرف ليش ليش اعتقدت إنه الحكم احتسب خطأ غير رياضي، يبدو احتسب خطأ عادي، سامحوني. عموما الكرة عند الأهلي الحلبي، يزن حريري أو دكتور يزن حريري بيعمل تشيك إن على أرض الملعب. كرة عند أطلي صاحب 23 نقطة أمام غورغان، عم بيلعب بشكل فردي، جود ديفنس لرضوان بن سليمان. رضوان وين ما راح عمل بطولات كبيرة بتاريخه، لاعب رهيب. هون في خطأ هجومي على أتير ماجوك لمصلحة بلال أطلي. رضوان متوج قلت بثلاث بطولات إفريقية، وكل الفرق اللي لعبها في تونس ربح معها بطولة الدوري أو حتى بطولة الأندية العربية مع نادي النجم الساحلي. اليوم عم بيكون بقمصان نادي الحكمة مع الكوتش جاد الحاج. أنتوني باكر، الحكمة متصدر بطولة الدوري اللبناني بدون أي خسارة، 7 فوز دون أي خسارة، 7 مباريات لعبها الأهلي الحلبي، فاز بأربعة وخسر بثلاثة. والكرة عند كين براون اللي بيحاول قلت شوي شوي يقدم مستوى يليق بالجماهير الحلبية. عموما خريج كلية الصيدلة في حلب عم بيضيع، أنتوني باكر
أنتوني اللي كان ناديه نادي الجلاء هو نادي الأم والدرجي الفئة العمرية. عموما الربع أول عم بينتهي مع محاولة أخيرة لأنتوني باكر. على مستوى الثلاثيات الأهلي الحلبي أخذوا 10 3 بوينت سجلوا 3 نسبة 30% ونسبتهم أوريدي أول مباراتين 37% ونسبة نادي الحكمة على الثري بوينت تنتين من أصل 5 نسبة 40%. إذا نحن مع مواجهة كبيرة متوقع نادي الحكمة يأخذ البيت على الأهلي الحلبي متصدر بطولة الدوري اللبناني عم بلعب باسكت بول مخيف مع الكوتش جاد الحاج وإدارة نادي الحكمة اللي خلف فريقها تماما. عموما حاليا أفضل ألعاب في الربع الأول، الربع الثاني رح يكون أفضل بكل المقاييس. حاليا مش حادة عم بعتلي انه أتير ماجوك بلعب ضد الفريق الجورغان. صح، أتير ماجوك عم بلعب مباراته الثاني، كان لعب 14 دقيقة أمام نادي النفط العراقي وسجل بس 3 نقاط. ما بعرف إذا أنا قلت هيك لكن يبدو قلت سجل 3 نقاط على النفط العراقي وليس على الجورغان. لكن أتير ماجوك في مباراة اليوم عم بشغال بطريقة رائعة، حاليا صار مسجل نقطته الرابعة بالجيم. قلت لعب 14 دقيقة أمام النفط العراقي سجل بس 3 نقاط ولم يلعب أمام غورغان. أصلح المعلومة إذا كنت ذكرتها. عموما الكرة عند براون، شكرا لحليم شحادة. قلت لكم جمهور الحكمة جمهور أهلي حلب بيتنفسوا باسكت بول. الحكمة عندهم فريق حاليا جمهور عم بيعولوا عليه كتير لينافس بقوة ليروح مكان كتير بعيد بالدوري اللبناني. عموما ميلان ميلاصوفيتش بياخد كرة على الثري جود ريباوند لا يزن حريري ولا ستاتش على يزن. الحكمة أعطى كين براون تو أوبن شوت على الثري. اللاعب الأمريكي أخذ 0-2 في البداية وبعد هيك سجل الثالثة والرابعة بنجاح. الحكمة أعطى أوبن شوت. عموما عم نشاهد المان تو مان هاف كورت بالنسبة للأهلي حلبي على بيير جاكسون. بيير جاكسون صاحب 6 بوينتس 4 بوينتس لأتير ماجوك 4 بوينتس لبوبو مارك خويري 5 نقط لأحمد إبراهيم. عموما كرة عند خويري إلى إلى مارك أو إلى بوب من جديد ريباوند باسل لبيير جاكسون 3 بوينتس نو جود. الحكم عنده نسبة 37% ببطولة غرب آسيا حاليا نسبتهم 28 تنتين من أصل 7. جميل تحت الباسكت باسل حرفوش بالقميص رقم 8 على أرض الملعب. كرة عند جميل جود ديفنس لكريم عز الدين. لوين رايح؟ عم بياخد شوطة ضايعة وأعتقد مفروض يتبدل جميل. أعتقد الكوتش بسرعة الكوتش التونسي سفيان مفروض يدفع بنديم عيسى على أرض الملعب. بعض الأحيان ممكن تلعب ببيك جاي واحد وتغير طريقة اللعب مدام أنت لاعبك مش موفق هجوميا تريح جميل شوي لأنه هيك في كونفيوز لزملائه عم بيعمل. وحاليا روعة 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 مش معقول يا مارك خويري. بوبو عم بيسجل نقطة السادسة بالجيم. الكرة عند نديم عيسى أو عند أنتوني باكر إلى جميل إلى براون. مان تو مان ديفنس حاليا. شوف دفاعات الحكمة جود هيل روعة روعة. كريم عز الدين الكرة عند ميلان ميلوسوفيتش إلى أنتوني باكر 0 بوينت لأنتوني. أخذ محاولة واحدة ما سجلها وبراون جود باس عند مين وعند جميل حاليا. وجميل صغير عم بيسجل. جميل اللي قلت بدايته بألعاب القوة وراح للباسكت بول من خلال نادي اسمه نادي محردة. وعلى فكرة هالنادي أعتقد نادي محردة أو مدينة محردة هي المدينة ظهرت منها البطلة غادة شعاع اللي كانت أيضا زميلتنا في دبي الرياضية في الألعاب الأولمبية عام 2012. عموما جميل لعب للوحدة لعب للوثبة ولعب للجيش وحاليا مع أهلي حلب النادي الجماهير الكبير اللي عم بيدافع وحاليا عم بيحاول يقلص الفارق.
عموما الحكمة رجعته كتير قوية للباسكتبول للمنطقة ولا بطولة توصل. وجود الحكمة بأي بطولة بغنيها، وجود الحكمة بأي بطولة بخليها غير. وحاليا الدكتور ياسر حريري بيحاول يعمل درايف على الباسكت، راحت عن جميل، بيحاول ياخذ كرة على الثري، جميل ان اوت، ضائعة، ريباوند عند انتوني بكر. يزن على فكرة الأول مباراتين أهلي حلب كان أفضل على مستوى الريباوند من الحكمة، 37 ريباوند في كل مباراة للحكمة كمعدل. الأهلي الحلبي على مستوى الريباوند عم بوصل لـ40 ريباوند في كل جيم. عمان بيير جاكسون كرة ضائعة، تورنوفر، كرة عند الحكمة وتو بوينتس حكموية عن طريق القادم من البنش باسل بأول تو بوينتس له بالجيم. باسل حرفوش عم بيسجل أول تو بوينتس، الفارق 12. جماهير أهلوية عم تحاول تضغط حاليا، غير راضية عن بعض اللاعبين على أرض الملعب. الفارق 12، براون، ميلان ميلوسوفيتش، دفاع من قوي من كريم عز الدين. أنتوني ضاعت، لو كنت مكان الكوتش التونسي راح أبدل ثلاث لعيبة. لا ما بس بزقف، لا بدل ثلاث لعيبة. عندك أطلي على البنش، عندك نديم عيسى على البنش، عندك أندري فارس على البنش. لا ما بزقف، بس فريق عم بيضيع كرات، عامل 7-8 تورنوفر لغاية الآن تحت الضغط الكبير لجاد الحاج، تحت الضغط الكبير للعملاق الأخضر، لبطل آسيا ثلاث مرات. صدقوني محظوظين شفنا هذه الحكمة بأي بطولة، سواء بطولة دبي القادمة، وهناك أخبار بتقول إنه أهلي حلب راح يكون في بطولة دبي الدولية لكرة السلة. عموما بيير جاكسون على الثري، واو سوبر ثري بوينتس لبيير جاكسون، نقطته التاسعة بالجيم، ثالث أو ثاني ثري بوينتس لبيير جاكسون في المباراة، ثاني 3 بوينتس لبيير جاكسون. عنده اوريدي 5 3 بوينتس قبل هيك امام النفط العراقي من اصل 11، حاليا عنده 7 ثريز في مباراتين. ووقت مستقطع للاهلي الحلبي، ما بعرف ليه الكوتش التونسي ما عم ببدل اللاعبين، يعني اطلع على البنش، نديم عيسى على البنش، اندري فارس على البنش، لا ما لازم تسمح للاعبين يعملوا تورن اوفر. عموما برافو للحكمه على هذا الدفاع القوي، برافو للحكمه على الاداء الممتاز، 11 متابعه دفاعية للحكمة. بالنسبة لفريق الأهلي الحلبي عنده 6 متابعات دفاعية، توتال عنده 9 ريباوند. الأهلي الحلبي 3-12 على 3، بالنسبة للحكمة 3-8. كل اللي حبوا باسكت بول عربيا حبوا الباسكت بول من ورا نادي اسمه الحكمة. ربح بطولة آسيا، كان أول فريق عربي عم بيربح بطولة آسيا للأندية، أول فريق عربي حصل ذلك عام 1999. بعد هيك الحكمة ربح بطولة مرتين كمان وصار المجموع 3، وهذا طبعا ريكورد لأنه ما في فريق آسيوي سبق وفاز بطولة آسيا 3 مرات. كمان عمل ضج كبير للباسكت بول بطبيعة الحال. الأهلي الحلبي بال92 كمان عمل ضج كبير عندما ربح أول مرة فريق سوري أو فريق بطولة الأندية العربية، أو أول مرة بتاريخه بطولة الأندية العربية. بالنسبة لسوريا نادي الجلاء كان مسيطر من الخمسينيات حتى 79 على بطولة الدوري السوري، ومن عام 1979 لغاية عام أو موسم 93 كان البطل هو الأهلي الحلبي. وبعد هيك كان أول فريق دمشقي عم بيربح بطولة الدوري السوري كان نادي الوحدة موسم 93-94. كرة عند دكتور يزن حريري، 32-17. الكرة دائما عند براون إلى أنتوني، متى رح تسجل يا أنتوني؟ أخيرا بتسجل طبعا، شو ناقصك ما تسجل. خريج كلية قلت الصيدلة من حلب أنتوني بكر، مواليد عام 1994، اللي لعب يوما ما مع منتخب شباب سوريا في بطولة آسيا في منغوليا. بيسجل الراي، بيبدا جيمه على الثري، 32-20. كرة عند احمد ابراهيم النجم الكبير، بيعمل درايف عند مارك خويري، عند بوبو. شوف الاهلاويه عم بياكلوا الان، في سبيرت على ارض ملعب عم بنشوفها من الاهلاويه، الحكمويه عم بيستعجلوا. التايم اوت على مسؤوليه معلق اللقاء اذا سجل انتوني، عندي احساس راح يعمل درايف ايده الشمال، خلينا نشوف جميل راح يروح فيه عند الراي ولا لا. جميل بيعمل درايف على الميدل، ضاعت. ميلان على الريباوند، ميلان بيحاول والحكم شو بيقول؟ تورن اوفر ضد ميلان. صاحب ال 38 سنه اللاعب البوسني. عموما في وقت مستقطع بينطلب الكوتش جاد الحاج، بكل الاحوال الكوتش جاد الحاج طلب الوقت المستقطع.
نادي الجلاء كان أول نادي عربي أو نادي سوري ربح بطولة الأندية العربية. نادي الجلاء حدث ذلك عام 1978. الجلاء بهذيك الفترة كان مسيطر على الدوري السوري قلت بالخمسينيات حتى عام 79، وبعد هيك على فكرة الأهلي ربحوا ببطولة كأس سوريا، وبعد هيك ربحوا ببطولة الدوري السوري. تحديدا عام 1978 الأهلي فاز بكأس سوريا على حساب الجلاء، وفي دوري 79 الأهلي فاز على الجلاء مرتين 90-72 و59-50 وخسر بطولة الدوري. كانت أول مرة بعد عقدين أو أكثر أو ثلاث عقود من الزمن. بنفس العام كانت مشاركة النادي الأهلي الحلبي بكأس أوروبا للأندية، خيروه كأس أوروبا المسمى حاليا اليورو ليج، وذلك العام كان البطل ريال مدريد، لكن أو أكثر تتويج فيها ريال مدريد، لكن نادي الأهلي الحلبي شارك بكأس أوروبا موسم 79-80. أجواء ما بدنا نحرم منها، حلو كتير، الجمهور أكيد بده مستوى، واليوم نادي الحكمة عم بيكون مسيطر بفارق 15 نقطة، وصل الفارق الأعلى، لكن حاليا الفارق عند 12-32-20. يزن حرير عم بياخذ الديفنس لبيير جاكسون من الهاف كورت، وهذا طبعا شيء منطقي، يضغط الكوتش التونسي على بيير جاكسون ويحرم الكرة. كرة عند أحمد إبراهيم لبيير جاكسون، أوه فيها ثلاث رميات، واو بيج باكت هائلة جدا، مش معقولة، صار مسجل بالبطولة 8 3 بوينتس، هاي أحلى 3 بوينتس له في بطولة فيبا، وصل ذي كرة السلة بيير جاكسون اللي كان عنده 5 من 11 على الثري بوينتس. شوفوا هالكرة على الإعادة، مش معقولة مش معقولة، 3 من 4، 8 3 بوينتس بالبطولة، روعة بيير جاكسون. شوف نوعية الأجانب الموجودة مع نادي الحكمة بتفرق اليوم، صاحب 32 سنة، اللاعب اللي لعب نادي ووهان في الدوري الصيني، تيان جين لعب لغالاتا سراي في تركيا، تعاقد مع نادي باناثينايكوس مرة واحدة في اليونان، لعب مباراة واحدة بعدها تعرض للإصابة وكان مفروض يكون مع نادي باناثينايكوس. عموما الرد لبراون أخيرا، أخيرا الرد لبراون، وتالت ثلاثية للاعب الأهلي الحلبي. براون اللي لعب بالسويد واليونان وإيطاليا واللي سجل 19 نقطة خلال مباراتين واللي عنده 3 من 13 على 3 قبل هالجيم، اليوم وضعه أفضل. عموما بيير جاكسون بيخترق المنطقة وعم بيحصل على رميات حرة، برافو بيير جاكسون، الروعة بيير جاكسون. الحكمة لازم يكون مفتخرين بفريقهم صراحة، هالموسم 7 فوز بدون أي خسارة في الدوري، في صدارة الدوري، عم بيكونوا وراء الحلوة صراحة للباسكتبول في المنطقة الآسيوية، على غرار على فكرة أهلي حلبي، لأنه الأهلي حلبي جمهوره مكسب لأي بطولة، فما لكم بطولة فيبا وصل لكرة السلة، محظوظ الاتحاد الآسيوي والاتحاد حتى الدولي، لأنه هاي البطولة تتبع على فيبا بالنهاية، بهذا الجمهور الكبير اللي عم بيتغزل فيه مواقع الاتحاد الآسيوي. عموم بيير جاكسون بيسجل، طبعا محظوظين حتى بكل الجماهير اللي بتآزر نادي الحكمة حاليا، اللي عم بيتابعنا عبر دبي الرياضية أو في مباراة الإياب في قاعتهم في غزير. بيير جاكسون مسجل رمية حرة الأولى والثانية، عم بيكون هداف اللقاء 15 بوينت، 3 من 4 على الثري، الروعة على بيير جاكسون، 15 نقطة لبيير جاكسون، مسجل 4 من 5 كمان على الرميات الحرة، وعنده درايف على الباسكت من محاولة واحدة. بيير جاكسون عم بيرتكب خطأ الشخص الثاني، الكوتش جاد الحاج رح يبدله، رودريغ عائل صار على أرض الملعب ولا لسه؟ قال له للكوتش خليني، أنا شايف لا، الفارق 15 فارق مريح نوعا ما، رودريغ عائل ممكن ياخذ الدقائق المقبلة في الكوارتر الثاني. عموما نديم كان ممكن يضيع الكرة، توصل عند براون، براون عند نديمه، نديمه تحت الباسكت عند جميل، فيها فاول ضد رضوان، هذا الفاول الثالث على الحكمة بالنسبة لرضوان، هذا خطأ الشخصي الأول، رضوان عنده 4 بوينتس وعنده 4 تمريرات حاسمة و2 ريباوند. بالنسبة لبيير جاكسون 15 بوينتس 4 ريباوند وقلت خطأين، ثاني أفضل مسجل بعده عم بيكون مارك خويلي بوبو ب 6 بوينتس، أحمد إبراهيم ب 5 نقاط، أتير ماجوك أجا من البنش سجل 4 بوينتس وسحبوا الكوتش جاد الحاج. كرة عن جميل صدير، نديم عيسى، نديم نقطتين بس لنديم بالجيم، الكرة عند اللاعب رقم 12 عند صاحب الناين بوينتس، عند صاحب الثلاث ثلاثيات. عموما نديم من الداون تاون ضاعت، اخيرا الريباوند عند جميل صدير وعم بيربح، جميل صدير اوفنسيف ريباوند مش الاول له بالجيم، هذا الثاني، نديم اللي عنده 2 بوينتس راح يكون على الرميات الحره،
شوف الجمهور قد عم بيأزر كل لاعب عم بيعمل شيء مهم على أرض الملعب. شو ما كان هالشيء كيف عم بيقاتل جميل صدير، قلت لعب للوثبة، لعب للجيش ولعب للوحدة. عموما جميل بسجل رمية الحرة الأولى. لم على فكرة جميل في المباراة الأولى ما سجل ولا أي نقطة، في المباراة الثانية سجل 3 نقاط، وحاليا جميل صدير بيسجل 2 points. هالكرة مش نقطة، رح تنحسب نقطتين هالكرة. خلنا نشوف رح تنحسب نقطتين ولا نقطة واحدة. بدنا نشاهدها على الإعادة. إذا انحسبت نقطة واحدة، هاي النقطة الرابعة لجميل صدير في الجيم. كرة عند بيير جاكسون عند نجم المباراة، بصراحة عم بيلعب بليفل وباقي الجيم بليفل تاني، باقي اللاعبين بالمباراة بليفل تاني على مسؤوليتي. عموما الكرة عند أحمد إبراهيم، أحمد يحاول يعمل درايف على الباسكت، أحمد إبراهيم ضاعت، عم بيلعب شوي أحمد إبراهيم هيك بشكل فردي، عم بيحاول يدخل بأجواء اللقاء. عموما ما بيمنع إنه لاعب ممتاز في مباراة اليوم عنده 5 بوينتس. عموما الكرة عند ميلان، بياخذ كرة على 3 نقاط، ميلان ميلوسوفيتش ضاعت، ميلان ما عم بيكون مقنع أبدا. ميلان ميلوسوفيتش هاي ثالث 3 بوينتس بياخذها بالجيم، 0 من 3. وبالنسبة لأهلي حلب 5 من أصل 16. كرة عند بيير جاكسون عند الأخطبوط رضوان، جود باس، واو حلو هالكات منك يا بوبو. ترجع متابعة هجومية، الحكمة عم بيلعبوا بالشوك والسكين، ضيعوا الحكموية 3 بوينتس، 4 من 11 للحكمة على هالمسافة. على فكرة الأهلي حلبي قادر يرجع للجيم، على فكرة الأهلي حلبي قادر يرجع للمباراة سدوني. عموما 2 بوينتس لميلان، أخيرا نقطة السادسة في الجيم لصاحب 38 سنة اللاعب البوسني. شوف الجمهور غير راضي عن الأداء، 38-27. هل الأهلي الحلبي قادر يرجع للجيم؟ نعم، إذا قدروا يوقفوا بيير جاكسون أمورهم راح تكون أفضل، لكن طريقة الدفاع على بيير جاكسون هي الأساس. كريم عز الدين، نايس سبين، نايس سبين، الروعة. جميل صدير على الريباوند، أنا حاسس فيها 3 بوينتس للأهلي الحلبي، حاسس هاللقطة فيها 3 بوينتس رقم 6 للأهلي الحلبي، لكن لا والله مقطوعة، توصل عند كريم عز الدين، وكريم بإيزي لي أب و 2 بوينتس لكريم عز الدين. إن شاء الله ما يكون في أي إصابة. النقطة الرابعة لكريم، جود ديفنس. ليش عم بقول حاسس في 3 بوينتس لأهلي الحلبي؟ لأنه عم بيحاولوا يضغطوا حاليا الحكمة بالإنسايد، ما عم بيحاولوا يعطوهم درايف على الباسكت. نديم بيقدر ياخذ شوتة، كين براون عنده الكرة بيقدر ياخذ شوتة زي ما عم بشرح لكم أمامنا، لكن ما تسجلت. عموما ضاعت الكرة عند أحمد إبراهيم، أحمد جود جاب لأحمد، طلع الكرة رضوان إكسترا باس عند بوبو، بوبو عارف حاله مش شوتر على الثري بوينتس، رجع الكرة بهدوء، بحب هيك نوعية من اللاعبين. عموما كريم عز الدين تحت الباسكت بيسجل نقطة السادسة، والأهلي الحلبي ما عم بيدافع، ويبدو كريم محتاج كمان إنه ياخذ البريك. كرة عند براون صاحب 50% نسبته على الثري بوينتس إلى نديم تحت السلة عند جميل، ما بعرف شو كيف فكر بهاللقطة، لكن السؤال أين بلال أطلي يا كوتش؟ أين بلال أطلي على الملعب؟ مين كمان عنده على البنش؟ عنده يزن حريري شفته مناسب ليدخل على أرض الملعب، أنتوني بكر عنده مناسب ليدخل على أرض الملعب، وإذا اللاعبين اللي مش موجودين موفقين مفروض يبدلهم. عموما بلال أطلي أمامنا وأنتوني بكر أمامنا، ما بعرف ليش بدل كين براون، لا أعتقد ذلك. الكرة عند سيكويك اللي بيحمل الرقم والقائد التاريخي لنادي الحكمة، إليم شانتف أهم لاعبي النادي الحكمة تاريخيا، بل واحد من أساطير كرة السلة اللبنانية، من قاد الحكمة للتتويج باللقب العربي وباللقب الآسيوي، وهو فادي الخطيب ومجموعة كبيرة. الحكمة كان عندهم دريم تيم عام 99، وكان عندهم دريم تيم عام 2000، والحكمة كانوا من أهم الفرق العربية بعد هيك، وظلهم بيربح بطولة الدوري اللبناني حتى موسم 2003-2004. الحكمة ربحانين بطولة الدوري اللبناني 8 مرات، آخرها موسم 2003-2004، وبدأت هيمنة النادي الرياضي بعد ذلك. عموما الحكموية ربحانين بطولة غرب آسيا 3 مرات، كأس لبنان 7 مرات، ومرتين اللقب العربي. الحكمة بهالبطولة عندهم نسبة 74% على الفري ثرو لاين. أحمد إبراهيم صاحب 31 سنة، 7 من 8 على الرميات الحرة قبل هالجيم. أحمد إبراهيم هاي تانية رمية حرة بيضيعها في المباراة، 0 من 2 لأحمد. الحكمة 6 من أصل 9. أحمد إبراهيم اللي لعب للنادي الرياضي عم بيضيع الرمية الحرة، ثالث رمية حرة بهالمباراة. رضوان عم بيرتكب تورنوفر واضح، خطأ المشي، 7 تورنوفر على الكوتش جاد الحاج وفريقه.
8 كرات ضائعة على الأهلي الحلبي. الكرة عند أطلي بلال إلى أنتوني بكر. أنتوني لعب لمنتخب شباب سوريا في بطولة آسيا في منغوليا. أنتوني اللي فاز بالدوري السوري مع الأهلي الحلبي فاز ببطولة كأس الجمهورية 2019-2020. عم بيسجل روعة أنتوني، من سجل 14 نقطة على نفط العراقي وسجل 4 نقاط ضد غورغان. أنتوني بكر أخيرا بيأخذ الفيدوي جومبر وعم بيسجل نقطته الخامسة، الفاول على أحمد إبراهيم وعنده فرصة الأند وان، راح تكون أول رمية حرة إضافية لأنتوني بكر. الراية على الفري ثرو لاين، الرميات الحرة للأهلي الحلبي أحسن شيء عاملينه في المباراة، 3 من 3. على فكرة نسبة الأهلي الحلبي على الفري ثروز بالغرب آسيا بأول مباراتين أو فيبا وصل 64%، اليوم عاملين 100%، 3 من 3. الكرة عند سيكويك، رودي الحاج موسى يرستب هائلة، والكرة عند أتير، صراع تحت الباسكت، صاحب 36 سنة عم بيقاتل الأول الثاني مررها، الأهلي الحلبي عم بيقاتل، رضوان بيحاول، بطل إفريقيا 3 مرات مع تونس، بمر الكرة عند أحمد على ثري ضاعت، الأهلي الحلبي عم بيقاتل، ميلان على الريباوند، أندريا أخذها ضاعت، والجمهور ما راح يرحم أبدا بتاسع تورنوفر على الأهلي الحلبي، أكيد ما راح يكون راضين أبدا، لكن حلو إنه عم بيدافع الأهلي الحلبي. وحاليا أحمد إبراهيم أعتقد الكوتش هذا الحاج مفروض يبدله لانه مش موفق لا على الفري ثروز وعم بيكون مستعجل على الفري، سو ممكن ياخذ البريك. بدي اذكر ان عمر جمال الدين عم بغيب عن نادي الحكمه، سو الاوبشنز عند الكوتش جاد الحاج عم بتكون قليله كمان. طب شو ممكن يعمل الكوتش جاد الحاج؟ بدي اذكر هناك عزيز عبد المسيح، ان شاء الله يكون عنده شيء. يعني مشت عزيز عبد المسيح إن شاء الله يكون عنده أي إصابة. عموما باسل واحد من اللاعبين المنضمين وأسماء منضمة للحكمة عم بيسجل نقطة الرابعة على إلو بالجيم، 2 من 2 على الفري ثروز. برافو لباسل حرفوش، باسل عم بيقطع الكرة، الأهلي حلبي كتير تورنوفر، ما فيك تربح بالباسكت بول بهيك الرقم على مستوى الكرات الضائعة، 10 تورنوفر على ملعبك بعشرين دقيقة ما بينفع في الباسكت بول، ما بينفع تعمل 10 تورنوفر وكل كرة عم تتحول ضدك إيزي باسكت. الروعة الحكمة، برافو لباسل. باسل حرفوش صاحب 29 سنة كان مسجل 2 على الفريز، سجل 11 نقطة على غورغان، أعلى نقاط سجلها في مرة واحدة في أول مباراتين. هذا باسل صاحب الفور بوينتس، ثالث رمية حرة بنجاح، حلو هذا الستايل. ضد النفط العراقي سجل 2 بوينتس، ضد غورغان سجل 11 وحاليا 5 بوينتس برصيده. الرميات الحرة أول مباراتين كان عنده واحدة من واحدة، اليوم عم بيضيع أول رمية حرة لإله بالجيم مع باسل. 3 من 4 لباسل صاحب الفايف بوينتس. الحكمة 9 من 14 على الفري ثرو لاين، النتيجة 45 أو 9 من 13، النتيجة 45-30، فارق 15 هو البيجست ليد. كرة عند نديم عيسى، الفريق محتاجك بثري بوينتس، ضاعت على الريباوند العملاق التونسي الرهيب رضوان أخذها، بطل إفريقيا للمنتخبات 3 مرات، بطل العرب مع نادي النجم الساحلي التونسي مرتين، عم بيربح الفاول، وهذا الفاول أبدا مش بوقته لأنه رضوان رح يكون على الفري ثروز، لأنه بطل كأس تونس 8 مرات رح يكون على رميات حرة، لأنه بطل الدوري التونسي 9 مرات قادر يسجل الرميتين. هذا هو رضوان بن سليمان من لعب للقيروان للمنستير للساحل في تونس، ومع ناديه القيروان كانت البدايات عام 1998. تخيلوا من 1998 اليوم أعلن كمان، وكانت في مباراة احتفالية ووداع لآسي تاولوفا اللاعب الفلبيني اللي بقي يلعب لعمر 50 سنة. اللاعب الفلبيني آسي تاولوفا كان حتى في مباراة وداعية له. عموما رضوان ما زال صغير بالنسبة لآسي، عمره 43، وإسماعيل أحمد أيضا بعمر 47 لاعب النادي الرياضي. بطل تونس 9 مرات، بطل أفريقيا 3 مرات، بيسجل رمية الحرة الأولى وبيسجل رمية الحرة الثانية. برافو عليك يا كابتن، الروعة رضوان
رضوان بن سليمان عم بيسجل تنتين. عموما اخر خمس ثواني الكرة عند انتوني بكر 47 مقابل 30، الكرة عند اندري فارس بياخذ كرة على الثري بوينتس الضائعة. وشوط اول حكماوي، شوط اول عم بيتعملق فيه العملاق الاخضر لصاحب الاربع ثلاثيات من اصل 13، صاحب 12 ثنائية من اصل 19، وصاحب 11 رمية حرة من اصل 16 نادي الحكم.
trip atmayan sevgiliye duyulan özleminizi yatıştırmaz. Ama موجود من جانب الفريقين داخل المنطقة، ترسل كرة عرضية لكن البستاكي بقفازة يبعد الكرة ثم تذهب الآن مرتدة لمصلحة المنتخب. قبل مراتي طويلة إلى الأمام باحثة عن المهاجم المتقدم محمد جمعة. جمعة يحاول، الله على المرور، الله على التمريرة إلى محمد يوسف. ضاعت الكرة من محمد يوسف. قبل ذلك كان فاصل مهاري رائع للغاية من الأروع محمد جمعة. أهدر محمد يوسف فرصة ثمينة. الله الله على هذا المرور، على هذه التمريرة ثم التسديدة لم تكن جيدة هنا. الله راح فيها المدافع السوري في الكرة الماضية، لكن محمد يوسف لم يستثمر هذه الكرة، لم تكتمل فرصة إماراتية كانت جميلة وخطيرة للغاية بعد مرور 34 دقيقة. الكرة تعود الآن للمنتخب السوري على اليسار، ثم راية والتسلل على اللاعب خضر السلوم. تسلل موجود على خضر. ما رأيكم لو ينتهي شوط المباراة الأول بهدف؟ هنا التسلل كان واضح، أشار له المساعد الأول مؤيد سيد. لذلك الكرة تلعب الآن من جانب المنتخب الإماراتي من اليمين عند اللاعب حميد سويدي، ثم التمريرة واصلة فيها خط. عودة محبي كرة السلة عبر دبي الرياضية إلى المواجهة التي تقام في قاعة الحمدانية في حلب الشهباء. أمسية من أمسيات حلب الجميلة على مستوى الحضور الجماهير الكبير، لكن أكيد مش سعيد بالنسبة للجمهور المتأخر أمام العملاق الأخضر الحكمة اللبناني. مشاهدين الكرام، ليوما ما فاز بأول لقب العربي على حساب بوفريك الجزائري 80-72
وثاني ألقاب نادي الحكمة اللبناني عربيا كان على حساب الأهلي المصري 79-67. هذا العملاق الأخضر اللي ربحان 7 مباريات متصدر الدوري اللبناني تقدم بفارق 17 نقطة مع نهاية الشوط الأول من الجيم. الحكم سجلوا 27 أو 25 points بالربع الأول و22 نقطة بالربع الثاني، وهذا معدل هجومي ممتاز. طبعا الأهلي الحلبي سجلوا 15 نقطة بالربع الأول وطبعا 15 نقطة بالربع الثاني. الفارق 17 عم بيكون حاضر. أبرز مسجلي نادي الحكمة أكيد صاحب ال 15 points بيير ديشون جاكسون اللي سجل 3 ثلاثيات من أصل 4 ورفع عدد الرميات الثلاثية لإله ببطولة غرب آسيا إلى 8 على اعتبار سجل بيير جاكسون 5 3 points في المباراة الأولى من أصل 11 واليوم عم بفرجينا 3 من أصل 4، يعني عم نتكلم عن 8 من أصل 15 نسبة عالية جدا للاعب الأمريكي بيير جاكسون اللي تعاقد مع نادي الحكمة. عموما تاني أفضل مسجلين لنادي الحكمة رضوان بن سلمان عنده 6 نقاط مع 5 ريباوند وأربع تمريرات حاسمة، صاحب 43 سنة عم بفرجينا بيرفورمانس ولا أروع. بالنسبة لمارك خويري بوبو عنده 6 نقاط أيضا. باسل حرفوش من البنش خلال 6 دقائق لعب عمل أداء ممتاز دفاعيا واستطاع باسل حرفوش يسجل 5 نقاط 6 نقاط لكريم عز الدين مع 3 ريباوند. على الجانب الآخر بدي أشير لنادي الأهلي الحلبي، اليوم كل شيء في القاعة حلو، بالحمدانية كل شيء رائع، الجمهور ما فيه هيك جمهور بالباسكت بول ممكن تشوفه، قلت جمهور بيتنفس باسكت بول، جمهور نادي الحكمة كمان بغزير بتلاقي هيك عدد كبير، وإن كان طبعا جمهور نادي الحكمة محتاج لقاعة أكبر لنشوف هل هيك جمهور بطبيعة الحال. عموما جماهير النادي الرياضي، جماهير الأهلي المصري، جماهير السلا في المغرب، جماهير الاتحاد السكندري، كلها جماهير عربية كبيرة بالباسكتبول بصراحة، لكن اليوم عم نستمتع بأمسية رائعة في حلب. 9 نقاط لكين براون اللاعب الأمريكي 3 من 6 على الفري، كان أبرز المسجلين. لما في لاعب الأعلى بفريقك ما تجاوز حاجز 10 نقاط إذن عندك مشكلة، يعني بعد نهاية الشوط الأول بس لاعب واصل 9 نقاط وباقي اللعيبة عم نتكلم عن 2 و3 و6 ما بينفع بالباسكتبول. 6 نقاط لأنتوني بكر، 3 نقاط لأندري فارس، 4 نقاط لجميل صدير، 2 points لديم عيسى، ما في مسجلين، سو طبيعي توصل لـ30 نقطة. عموما الأهلي الحلبي عمل رقم 10 تورنوفر، شوفوا الجمهور يا جماعة، قلت لكم جمهور من 4-5 أيام عم بيحضر لهالمباراة، اللاعبين لازم يكونوا أقوى، الإدارة كمان اليوم لازم توقف ورا هالفريق أكثر، رح كتير أمور رح أتحدث عنها فنيا، شو محتاجه الأهلي الحلبي، لأنه بهمنا الأهلي الحلبي دائما يكون حاضر وبأحلى حلة وبأحلى شكل، زي ما كنا تحدثنا عن الوحدة الأسبوع الماضي، زي ما رح نعطي كل الفرق العربية حقها، ولازم نعطي هذا الواقف أمامنا حقه، لأنه جاد الحاج مدرب رهيب ورهيب جدا، عملاق تدريب بدأ منذ الصغر وصار حاليا بيتنفس هو بدوره باسكتبول، وصل منتخب لبنان لكأس العالم، وصل لبنان إلى ثاني القارة الآسيوية. عموما نادي الحكمة وصل لبنان إلى الآسيوية ووصلهم يوما ما للعالمية. نادي الحكمة اللي راح لبطولة العالم الأندية، وشوف يا جماعة هذا الجمهور الكبير اللي خسران بفارق 17 لكن مش همه، لابس أحمر وجاي على الملعب جاي يشجع، خسران مش خسران عم بيآزر، هذا اللي عم بيتنفس الباسكتبول، هذا لازم النادي اللي بيكون قائم على النادي يفكر بهالجمهور قبل ما يكون الفريق في بطولة بطبيعة الحال. عموما المباراة تبدأ، الكرة عند بطل آسيا 3 مرات، الكرة اللي قلت عند من فاز عام 98 على وداد بفريق الجزائري وكان أول لقب عربي، جنون الباسكتبول في 99 كنت شاهد عليه في غزير وفي كل شوارع لبنان. عموما كريم عز الدين اللي أتى لبنان من خلال بوابة الشامفيل ما عم بيسجل على الآرك، كريم عز الدين بياخذ محاولة هي الأولى لإله بالجيم. الحكمة 4 من 15 على هالمسافة، ترجع الكرة عند يزن حريري، تمرير عند ميلان ميلوسوفيتش إلى يزن حريري، يزن بيحاول على الباسكت، تمرير عند براون بيحاول على الباسكت، كين براون جود باس عند ميلان ميلوسوفيتش، مش مكانك أمام هالمكان، مش أمامك أو مكانك على الإطلاق، لازم تلعب أكثر تحت الباسكت. عموما كرة ضايعة، جود ديفنس الحكمة، كرة عند بيير جاكسون فيها فاول يا حكم، فيها فاول يا حكم طبعا، وممكن حكم آخر يصفرها خطأ غير رياضي، لازم ينتبه صاحب 23 نقطة بسلة غورغان. بيير جاكسون أخذ منه كروس أوفر، تلاعب فيه راح وربح منه الفاول، حكم آخر ممكن يحتسبها خطأ غير رياضي، واحد من الحكام عم بيتناقش قال له شو رأيك نرجع للآي آر إس، بقول له يلا نروح للآي آر إس.
وممكن يحسبوها خطأ غير رياضي. عشان هيك عدت الجملة ثلاث مرات وقلت حكم آخر ممكن يعطي صاحب 15 نقطة اللاعب اللي عنده 4 من 5 على الرميات الحرة اللي عم بيعمل كروس أوفر راح فيه شمال أخده يمين. هاي خطأ غير رياضي ما فيها شك 1%. ما بعرف الحكام كيف راح يحسبوها. هناك حكمين من الأردن محمد الطراوني ومحمد فوزي وهناك الحكم الدولي الرائع اليمني طه الحاشدي. لو كنت مكانهم ما بتردد لحظة. والقانون واضح، لاعب راح باتجاه الكرة ولاعب آخر قال له وين رايح تعال، بالتالي بلال أطلي بعطيه رميتين وحيازة للحكم. ما عليك هذا صح بطبيعة الحال. بلال أطلي رح يكون خطأ الشخصي الأول. شوفوا جمهور الأهلي مش معقول، اليوم أنا حاطط السماعات وأنا عم بعلق، اليوم أنا حاطط السماعات وأنا عم بعلق لا أسمع جمهور الحلبي الرائع. عموما الحكم يبدو اكتفى بخطأ عادل. فيها مسك فيها مسك، أنا شفت مسك شفت فيها مسك. القرار الأفضل لمين؟ لحكم اللقاء محمد فوزي وطاهر حاشد من حكام كمان النخبة الممتازين. بيسجل الرمية الحرة الأولى بيير جاكسون 5-6 على المسافة 16 بوينتس لبيير جاكسون. ثاني مباراة له بعد 39 النقطة اللي سجلها أمام النفط العراقي. أمام النفط العراقي بيير جاكسون كان عامل 4 من 5 على الفري ثروز 10 من 12 على التو بوينتس وكان عامل فوقهم 3 تمريرات حاسمة. أول إن أول كان أفضل لاعب بالجيم وكان عامل 39 بوينتس. بيير جاكسون بيرفع الفرق إلى 19. كرة عند ميلان إلى أنتوني، تمرير عند براون. حاليا أحلى هجمة أحلى هجمة للأهلي. أوه أحلى هجمة أهلاوية. إن أن أوت ورجعت، إن أن أوت ورجعت. أه منك يا دكتور. بيسجل دكتور يزن حريري للأهلي الحلبي وكأنه الكرة رفضت إنه أحلى هجمة أهلاوية بالجيم تضيع. خامس او سادس الثري بوينتس الاهلي من 20 6 من الاصل 20 على المسافه. بيير جاكسون بحاول يعمل بول فيك. بيير الفاله بينزل من 19 الفيجاس تيك 16. كره عند كريم عز الدين وكريم عز الدين مسافه الفري ثرو لاين بيسجل نقطته الثامنه بالجيم. 8 نقط مع 3 ريباوند كريم عز الدين. ميلان ميلوسوفيتش ميلان دفاع ضد احمد ابراهيم. بول ذا تشير من احمد ابراهيم ضاعت. أحمد إبراهيم ببراعة على الريباوند برشاقة على الريباوند. أحمد إبراهيم بخامس ريباوند إلى بالجيم. كرة ضاعت وتورنوفر على الحكمة بقرار من الحكمين الأردنيين اللي عم بيحكموا هالجيم. الكرة عند أنتوني بكر إلى براون. هذا براون اللي لعب في السويد في اليونان في إيطاليا وأحد الأصدقاء اللي لعب في لبنان. نعم في 26 ديسمبر من 2016 وقع مع الرياضي لكن ما كمل. عموما نرجع اللي بعت لي ساري فرح. عموما أنتوني بيحاول يضع الفرح على أرض الملعب وأنتوني كروس أوفر. ليه لا شو بيمنعك بكل هجمة تأخذ الكرة وتسجل بهالطريقة. عموما الفارق بينزل 16 بوينت. كفاس واو شو حلو هالتمريرة من صاحب 3 تمريرات حاسمة بيير ديشون جاكسون. اليوم عم بفرجينا تاني تمريرة حاسمة له في المباراة صاحب 17 بوينتس. ورضوان بن سليمان بيوصل لنقطة السادسة بالجيم. كرة عند الحكمة، الحكمة بيسرق الكرة. الأهلي الحلبي رجع لهواية القديمة ورضوان بيهايند ذا باك. رضوان طلبها أحمد بيشوت أعتقد رح يمرر. لا والله راح أول ذا واي. وأحمد إبراهيم أب أند أندر. أحمد إبراهيم بيسجل نقطة السابعة بالجيم بهالمباراة عنده 7 بوينتس مع 5 ريباوند. الروعة أحمد الروعة الحكمة. سيطرة رهيبة للحكماوية على أرض الملعب. قلت لكم فريق ولد تاريخ الحكمة مشاهدين الكرام. ضاعت الكرة الوقت المستقطع للتونسي يقترب. الحكمة ولد تاريخي واللي ما بيعرف الحكمة 1943 بالنسبة للأهلي الحلبي عام 1951. الجماهير الأهلوية غير راضية عن فريقها وحقها تزعل. الأهلي الحلبي في الدوري خسران 3 مباريات. الأهلي الحلبي ربح النفط العراقي 79-72 وخسر بنتيجة كبيرة وعريضة أمام غورغان الإيراني. والتاريخ بيقول مواجهات الحكماوية الأهلوية 4 كلهم للحكمة. أول مواجهة كانت بينهم في بطولة الجلاء ب 3 نوفمبر عام 2005 والحكمة فاز 91-69. كرة عند أحمد فتحت شهيته على التسجيل. أحمد على الثري. أحمد على الأرك. أحمد بيسجل حاليا وعم بيجبر المدرب التونسي على طلب الوقت المستقطع. الروعة أحمد حاليا نقطة العاشرة بالجيم 3 من أصل 6. Good job لأحمد إبراهيم. بالنسبة للحكمة على الثريز نسبتهم تحسنت وهي 5 ثلاثية لحكمة أصل 15. تايم اوت للأهلوية. تايم اوت لأبطال العرب عام 1993 اللي جمهوره ما بيستاهل بصراحة.
هذا الأداء من اللاعبين في مباراة اليوم. طب شو محتاج الأهلي؟ راح أتكلم بكل صراحة شو محتاج الأهلي حتى أساعد كمال هالفريق. وضع بعض أرائي خلق قلبي متواضعة لهذا الفريق. الكوارتر الثالث 11 مقابل 5. الأهلي حارب يسجل 15 بوينت في الربع الأول، 15 بوينت في الربع الثاني، وخمس نقاط في الربع الثالث. إذا ما بدك تدافع بالباسكت بول لازم تهاجم. كيف يعني؟ يعني إذا ما أنت قادر تدافع لازم يكون عندك الحد الأدنى للهجوم. ما بينفع 15 بوينت بكل ربع. يعني يا دوب توصل لحاجز 59 نقطة، هذا ما بيربحك أبدا. طبعا بإمكانكم تصوتوا على أفضل لاعب في المباراة، أنا شايف أفضل لاعب في المباراة لغاية الآن بالأرقام بيير جاكسون 17 بوينت، خمس متابعات وتمريرتين حاسمتين. 8 نقاط لرضوان بن سليمان مع 5 ريباوند. بالنسبة لأحمد إبراهيم بالجيم 10 بوينت، 5 ريباوند وتمريرتين حاسمتين. 5 3 بوينت حكموية أصل 15. عموما هذا براون أفضل لاعبي أهلي حدب، 9 نقاط 3 من أصل 7. على مستوى التمريرات الحاسمة عنده 6 كمان. يزن حريري، يزن حاولوا على الباسكت، ضيع يزن، عم تشوف الفردية، لكن يزن عم بيلتقط الكرة، يزن عم بيحاول استرجعها، يزن رجع فيها عند براون، براون بيحاول يقتحم المنطقة، جود جاب، وحاليا كرة تحت الباسكت، ما تفكر بالدنك، سجل في البداية. عموما أطلي اللي سجل 23 نقطة على غورغان، ولعب يوما ما على فكرة أطلي مع منتخب شباب سوريا في بطولة آسيا للشباب، واللي مثله الأعلى محمد إمام كلاعب محلي وليبرون جيمس كلاعب دولي بيسجل على التو بوينت مع متابعة. عموما جميل صدير على الريباوند عند كين براون بياخدها بيوسع شوي، بياخدها بيوسع شوي أو بيشجع الفريق الأهلاوي شوي، وبراون بيسجل الرابع 3 بوينتس إلو بالجيم، 4 من أصل 8. الجمهور الأهلاوي عم بيتحرك لأنه 5 نقط ورا بعض، عم نشوف 5-0 ران بعد التايم أوت. كرة على الثري بوبو لكن ضاعت، ريباوند وقت مستقطع للكوتش جاد الحاج، خاصة إذا سجل الأهلاوي 3 بوينتس، خاصة إذا سجل يزن حريري 3 بوينتس. كرة عند أنتوني، أنتوني بكر صاحب الثمان نقط في الجيم، كرة تحت الباسكت عند جميل صدير، الدوران جود ديفنس لكريم، وهون في فاول مع باسكت إن. الأهلاوية عاملين 7-0. حلوة هالروح اللي لعب فيها الأهلي آخر دقيقة، وهي الروح تتقابل بألف روح حاليا، وألف ألف لآلاف عم بتشجع، آلاف عم ترقص، آلاف عم تتنفس الباسكتبول، آلاف عم بتشجع قلعة حلب، عم بتشجع فريق أهلي حلب بطل سوريا 18 مرة، وإن كان في مواقع أخرى بقول 20، لكن بطل سوريا 18 مرة، بطل كأس سوريا 10 مرات. بيسجل بلال أطلي، الفارق بينزل ل 15، النتيجة كانت 11-5. الأهلي الحلبي أتى بسبع نقاط أو بثمان نقاط دون رد، 8-0 run، النتيجة كانت 11-5 وبعد التايم أوت شاهدنا 8-0 run. الكوتش أو الحكم الدولي اليمني بيعطي رميتين حرتين للحكمة، فاول كثير واضح ما في أي كلام. الحكماوية بيحاول يمتصوا هالكامباك للأهلي الحلبي، 5 رميات حرة ضائعة الحكمة في الجيم، أحمد بيخليه الرميات الحرة 13 أو 14 رمية حرة من أصل 19، جود جاب لأحمد إبراهيم. أحمد هاي أول رمية حرة ناجحة بالمباراة بعد ما ضيع أول 3، واحدة من 4 لأحمد، واحدة من 5 لأحمد، والمتابعة الروعة يبدو لرضوان ولا لكريم، يبدو لكريم عز الدين، كريم بنقطة العاشر بالجيم. عموما 10 نقاط لكريم عز الدين مع 4 ريباوند، جود جاب لكريم، وعلى فكرة هاي أول متابعة هجومية بالجيم لكريم عز الدين. كرة عند أنتوني عند جميل، مباراة حلوة على فكرة، 60-43 تحت الباسكت. أطلي واو، لعيب عنده قدرات ممتازة على فكرة، هذا من لعب مع منتخب سوريا في بطولة آسيا للشباب في منغوليا، وأول مدرب استدعاه للمنتخب الأول كان المقدوني بانش لدرب منتخب سوريا. هو من سجل 23 نقطة على غورغان ومسجل 12 نقطة على النفط، أحسن لاعبي فريق أهلي حلب أطلي المحليين على اعتبار أطلي راح على الباسكت بيسجل كمان 2 بوينتس، مش معقول عم بيظهر محمد بلال أطلي ب 2 بوينتس، 61-45. كرة عند بيير جاكسون، بيير صاحب 17 بوينتس، 5 ريباوند وتمريرتين حاسمتين.
اللاعب اللي عنده ثلاثة من الأصل أربعة على الثري اللي سجل خمسة من الأصل 11 على النفق بيعمل جود كروس أوفر. أوه سلامات ترجع فيها عند مين؟ عند عزيز اللي بيعمل تشيك إن. أنا مستغرب ليه ما دفعت فيه بالشوط الأول يا كوتش، وحاليا ما تستغربوا أبدا من هالسنة اللي سجلها بطل إفريقيا ثلاث مرات مع المنتخب التونسي، متحصل على تسع بطولات دوري تونسي ومرتين بطولة العرب مع النجم. عموما بلال بياخذ المباراة على عاتقه وعم بيتحدى، وجميل تحت السلة بيسجل 2 بوينتس. نشاط لجميل، نشاط وروعة لبلال أطلي وعم بياكله، وبحب اللاعبين حتى لو بتخسر انك تقاتل لاخر وقت. وبيير جاكسون بيتلاعب بالكل وسجل، مش معقول نقطة 19 بالجيم للاعب بيلعب بجهة وباقي اللاعبين بجهة ثانية، بيلعب بمكان وبصراحة مع الاحترام لكل اللاعبين هو بجهة أخرى. بيير جاكسون من لعب في الدوري الكوري الجنوبي، من لعب في تشنزان في مدينة تشنزان الصينية، ولعب لنادي بكين وتواجد في الـ NBA بطبيعة الحال مع فريق دالاس مافريكس. ليفل آخر عموما، يبدو في تكنيكال فاول أم ماذا يبدو ذلك؟ خلنا نشوف في تكنيكال فاول على الحكمة، هي رمي واحدة ما استفاد منها براون. محظوظين نادي الحكمة رجع لبطولة الآسيوية لبطولة فيبا، وصل لكرة السلة. مشاهدين الكرام هي أول نسخة بيشارك فيها الحكمة، هي الثاني بالنسبة لأهلي حلب، وإن كان أهلي حلب انسحب من النسخة الماضية. كرة عند أنتوني باكر إلى جميل صدير على غرار طبعا الفرق السورية، على غرار الكرامة كمان. عموما أنتوني بيضيع، أخذ أوبن شوت، ما لازم يضيع هيك كرات. عموما الحكمة ما لازم أبدا كمان يعطي أوفنسيف ريباوند. عزيز عم مسيح عم بيدافع، توصل عند جميل، جميل بيحاول يعمل درايف، بيير جاكسون وقفه، بيير خطفها، بيير راح، بيير بيحاول يمر، بيير جاكسون بيحاول يتلاعب، عم بيعمل كنترول على الكرة. قلت لكم لاعب بجهة ثانية، الكل بجهة وهو بجهة ثانية، وعم بيعكس الكرة عن جهة ثانية. وأحمد إبراهيم عم بيضيع إيزي لي أب، وحاليا ثلاثية يزن حريري قد تأتي ولا لي أب قد يأتي. واو أطلي أطلي شو عم تعمل بالكوارتر الثالث بالجيم، والرد عم بيكون حاضر للحكماوية، والكون جاد عم بيطلب، ما بعرف شو عم بيتحدث مع الحكم كون جاد الحاج. عموما بلال أطلي بي سوبر إسلام، والرد على الحكماوي عم بيكون حاضر. بلال on fire، بلال all day all night، بلال أطلي عم بيتألق، دقائق تألق بلال أطلي بالجيم، روعة بلال، ما بيتهدى بلال اللي عاد لسوريا لبوابة الأهلي الحلبي. قلت لكم اللي سجل 23 نقطة على جورجان. عموما بيعود أتير، الكرة فارق 17، الكرة عند براون. شكل الأهلي حلبي أفضل، الفضل لأطلي، شكل الأهلي حلبي أفضل. أطلي صار مسجل 11 نقطة وعنده 4 ريباوند. أطلي بيتحدى أتير، أطلي بيتلاعب فوتورك أول ثاني على طريقة كريم عبد الجبار بالهوك شوت عم بيضيع، وكريم عز الدين على الريباوند. صراحة نعطيه الكريدت، 11 نقطة 4 ريباوند عم بيقاتل. بيير جاكسون بعالم تاني، بيير جاكسون على الفاست بريك هو اللي سجل على الارك، 22 نقطة لبيير جاكسون، وإن كانت سريعة وما شاهدناها وما أعطانا إياها المخرج. عموما بيير جاكسون 4 من 5 على الثري، والحكم 6 من 18 على الارك. 68-51 سيطرة حكماوية، سيطر قلت الفريق ربح أول مرة بطولة الأندية العربية على حساب وداد بوفريك الجزائري 80-72، وكان أول لقب عربي للأندية اللبنانية. عموما أول لقب آسيوي فازت فيه الحكمة أهدى للفرق العربية، ويزن عم بيهدي باسكت إن، باسكت إن أكيد، وفي جول تندي. شكل الأهلي الحلبي أفضل، أداء الأهلي الحلبي أحلى، الجمهور اللي على أرض الملعب بيستاهل هيك أداء، مباراة صارت أفضل. 15 نقطة سجلوا الأهلوية بالربع الأول، 15 نقطة سجلوا الأهلوية بالربع الثاني، والأهلوية بهالكوارتر عاملين 23 نقطة. قلت لكم شوفوا هالجمهور عم بيتنفس باسكت بول، ما اجوا قبل ساعة ولا ساعتين وثلاثة، هذا الجمهور عم بيحاول يحضر حاله لهاليحضر هالجيم قبل أربعة أيام، والكون جاد الحاج عم بيحاول يحضر لعيبته ليركزوا لأنه ممنوع الغلط. 23 نقطة للأهلوية، 21 نقطة للحكماوية. Defense! 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 Def
كوجاد الحاج عم بيعمل سويتش للديفنس من المان تو مان للزون ديفنس، من دفاع رجل لرجل لدفاع المنطقة، عم بيكون كتير حاد مع لاعبيه لأنه عارف المباراة ما انتهت، وفريق الأهلي الحلبي عمل 23 نقطة بهالربع، وإذا استمر الأهلي الحلبي رح يوصل ل 25 نقطة. بدي أذكركم الأهلي الحلبي سجل 15 نقطة بالربع الأول و 15 نقطة بالربع الثاني. عموما الكرة عند رودريج عائل لاعب الحكم اللي بيدخل على أرض الملعب، الكرة عند عزيز عبد المسيح اللي سجل على جورجان 7 بوينتس وسجل 3 نقاط على النفط. أمامنا رودريج عائل صاحب ال 35 سنة بيمرر عند باسل صاحب ال 29 سنة. باسل قلت اللي سجل 11 نقطة على جورجان. باسل بياخذ كرة على الثري، ضيع باسل حرفوش. باسل على فكرة قبل هالجيم كان عامل 2 من 6 على الارك، والاهلي عم بيعمل سوبر ديفنس، الاهلي عم بيعمل سوبر درايف، وانتوني بيأجل الدرايف. يزن يزن حريري، يزن بيحاول عند براون، عند كين براون، كين 4 من 8 على الثري. يزن بياخذ كرة على الثري بوينتس ضايعة، واي تي كلين ذا كلاس، اي تي بتاني ريباوند له بالجيم. كرة عند الرود الى باسل الى رود، زون ديفنس لا مان تو مان ديفنس بالنسبه للاهلي الحلبي. رودريج راح عند عزيز عبد المسيح على 3 بوينتس الضايعه. صراع الاهلي الحلبي افضل بهالربع، الدليل النتيجه الاهلي الحلبي احسن، الدليل التقدم بهذا الربع 23-21 وممكن يصير 25-21. كره عند جميل شورت كورنر، لا كيك ذا بول او ودى الكره على 3. كره عند يزن، جود ديفنس للحكمه، الحكمه راح يسرقوها، أنتوني سيطر عليها، لا والله سرقها السوبرمان رضوان بن سليمان. رود بيهدى بيزكى نيال، كل فريق باسكت بول عنده رودريج عائل. أهلي الحلبي محتاج للاعب بحجم رودريج عائل، نفس المواصفات هيك رايق هادي، بيعرف يمشي اللعب، بيعرف يودي الكرة وين، بيعرف يهاجم وبيعرف يحافظ عليها، والحكمة بيعرف يضرب. سابع 3 بوينتس للحكمة بالجيم، أول 3 بوينتس لباسل حرفوش بالجيم. باسل أول 3 بوينتس بعد 3 محاولات مع نهاية الكوارتر الثالث من هالجيم، الروعة الحكمة. جود باس من رضوان بعد الهدوء الرائع لرودريج عائل. باسل حرفوش كان مسجل قلت لكم على 3 بوينتس 2 من 6، هاي ثالث 3 بوينتس له في بطولة فيبا وصل لكرة السلة. هنا بعض الهايلايتس لأبرز أحداث الربع الثالث. أداء رهيب للحكماوية، أمامنا أحمد إبراهيم 11 points 5 rebound تمريرتين حاسمتين، good job لأحمد، وإن كان لسه عنده المزيد ليعطي. أحمد على 3 points أخذ 7 3 points سجل تنتين بنسبة 28%. أحمد بلال أطلي كان عنوان التألق بالكوارتر الثالث بالجيم، بلال رفع رصيده ل 11 نقطة مع 5 ريباوند. أمامنا طبعا كين براون اللي سجل على 3 بوينتس الرابعة لإله مقصد 8، كين براون رفع رصيده ل 12 نقطة، وهذا أطلي اللي كان غير شوي بأداء الأهلي الحلبي لكن ما غير أبدا بالنتيجة لأنه حاليا فارق عن 18 نقطة. الحكمة أنهى الربع بثلاثية، وبهالثلاثية برضو الحكمة ضلوا كسبان الربع الثالث بعد ما كان متأخر 23-21، كسب 24 مقابل 23. باسل حرفوش سجل أول 3 بوينتس له في المباراة، بيبقى اللاعب اللي عم بيلعب بليفل ثاني عن كل اللاعبين على أرض الملعب هو بيير جاكسون، كما فعل أمام النفط العراقي سجل 39 نقطة، اليوم عم بيسجل 22 نقطة في مباراته الثانية. بيير جاكسون، بيير اللي عمل 6 من 7 على الفري ثرو لاين، 4 من 5 على الثري، 2 من 3 على التو بوينتس، عنده 5 ريباوند وتمريرتين حاسمتين. شو محتاج الأهلي الحلبي؟ محتاج سنتر قوي. الأهلي الحلبي محتاج سنتر قوي، ما فيك تلعب بالباسكت بول بدون سنتر. ما بتقدر بالباسكت بول تلعب بدون سنتر مع نادي زي الحكمة. عنده أتير ماجوك، عنده رضوان بن سليمان، وعنده كريم عز الدين. وبدك أنت كمان يكون عندك ريباوند لتلعب باسكت بول، لتقدر تركض على الأوفنس. طب شو كمان الأهلي الحلبي محتاج؟ محتاج لهداف. كين براون هل بيفيد؟ أعتقد جيد بالنسبة للحلبي، لكن محتاج لسنتر تقيل الأهلي الحلبي.
بطبيعه الحال راح يكون وضعه مختلف. عموما جميل بحاوره على الباسكت وجميل صدير بيسجل 2 بوينتس. وعلى فكره في نشاط كبير لجميل واطلي. جميل حاليا نقطه الثامنه للاعب اللي عنده 8 ريباوند بالجيم. يعني جميل اللي بلش باسكت بول مع نادي محرده ولعب للوثل وللجيش والوحده عامل شغل دفاعي عامل 8 ريباوند. مش مطلوب يكون هداف وباسل عم بيضيع على 3 بوينتس. محاولته الرابعه واحده من اربعه ضيع 3 محاولات. اي تي ووكينج جود كول طبعا. هذا التورنوفر رقم 9 على الحكمة. كرة عند أنتوني بكر 71-55. أول ما سجل بها الربع كان جميل صدير. كرة عند كين براون. هل هو جيد يبقى مع الأهلي الحربي؟ نعم جيد. ممرر ممتاز بيسجل لكن الأهلي محتاج للاعب سنتر تقيل تحت السلة كمان يكون في كاسكور. يعني يكون عندك سكورر خارج المنطقة وسكورر تحت الباسكت. وإن كان كين براون حاليا بيقتحم المنطقة والحكم بيحتسب جول تيندينج على أي تي 4-0 ران. كوتش جاد الحاج عم بيريح صاحب 22 نقطة هداف الجيم على البنش لكن لا أعتقد لوقت طويل. أربع نقاط مقابل لا شيء. كرة عند أباس الحرفوش إلى الراد راح يروح فيها تحت الباسكت. الراد كيك ذا بول أوت. عزيز ما بعرف شو قصته. عزيز إن شاء الله ما يكون عنده أي إصابة أو متعب لكن مش عزيز اللي بنعرفه أماما تماما لأنه عنده أفضل عزيز. عموما قد نشهد مشاركة مارك خويري بوبو وبيير جاكسون كمان. شوف سبحان الله أمامنا بيير جاكسون ومارك خويري. لسه ما خلصت كلامي. الكوتش دفع فيهم مع بعض أمامنا. لما نقرأ الباسكت بول صح كل شيء يمشي صح. لما نعطي كل حدا حقه على أرض الملعب نقدر نبدل كمان صح. نكون توقعنا لكم التبديل عزيز المشاهد. إذا مارك خويري بوبو مكان عزيز اللي بدنيا مش جاهز. بيير جاكسون مكان رودريجو هذا شيء منطقي. وكريم عز الدين تحت الباسكت لازم يكون حاضر بما أنه بيير جاكسون كلاعب أجنبي تاني سو ما بيقدر يلعب بثلاث أجانب. كل فريق لازم يكون عنده أجنبيين على الملعب وواحد على البنش. أي تي مش راضي. مش مهم تكون راضي مهم الفريق يكسب. الفارق حاليا عند 14-0 راند الأهلي الحلبي. كرة عند باسل عم تلعب بشكل فردي لكن الفردية حاليا بتسعف لك وحاليا عم بيتحدى وعم بيقول ما بيقدر يدافع علي. باسل حرفوش بيسجل أول باسكت حكموية بهالكوارتر ونقطة العاشرة بالجيم. الروعة باسل. يزن حريري براون جميل طلبها بالإنسايد ضاعت. قلت لكم لعيب ممتاز براون مش سيء أبدا. 14 نقطة وعنده 8 تمريرات حاسمة وبشوف الملعب بطريقة ممتازة لكن بده سنتر قوي تحت السلة. هل السنتر اللي جابه الأهلي الحلبي يتعاقد معه جيد؟ لا ما قدم الشيء الكبير. ما قدم الشيء الكبير. هل بيقدر يساعد الأهلي الحلبي في مباراة الإياب؟ لا أعتقد. بده سنتر تقيل. بدك سنتر يكون حاملك الرم. سنتر يا بيكون قوي دفاعيا يا يكون هداف تحت السلة. عموما بوبو عم بيدافع. الحكمة عندهم. بوينت جارد ما بيرحم أبدا لكن ضاعت. عيني عليك باردة. خويري جود أوفنسيف ريباوند. مش معقول. شوفوا هالسبيرت لا مارك خويري بوبو. شوفوا هالروح الكبير الحكموية على أرض الملعب. لكن الحكم هون بيحتسب أوفنسيف فاول على كريم عز الدين. هذا خطأ الشخصي الأول بالجيم. 11 متابعة هجومية حكموية. 3 منهم لرضوان 2 منهم لباسل 2 منهم لامين لبيير جاكسون. أحمد إبراهيم عنده متابعة هجومية. أتير ماجوك عنده متابعة هجومية. مارك خويري بوبو عنده متابعة هجومية. عموما يزن حريري إلى أندري فارس. على فكرة هاي الخماسي اللي عم بيلعبوا أرض ملعب بالنسبة لأهلي حلبي كثير عاجبيني. هدول الخماسي هؤلاء الخماسي. خلينا نشوف هاللقطة في البداية. هذا الخماسي فيه توازن ما فيه كسل ما فيه مش خماسي ليزي. لا على الأقل هذا الخماسي بيدافع. أنتوني بكر على البنش صح. نديم عيسى على البنش صح. لكن هذا الخماسي بيدافع. أوه روعة روعة روعة. ممتاز لمارك خويري بوبو. نقطة الثامنة بالجيم. أب أند أندر. بوبو عم بيسجل كل يوم بعد يوم عم بيتطور وحاليا بوبو عم بيسجل نقطة الثامنة بالجيم. كرة عند أطلي إلى أندري فارس. أندري إلى جميل. جود باس عند أطلي لكن مش مكانك. بيعمل درايف عرف أنه مش مكانه عمل جود درايف وجميل صدير بيسجل 2 بوينتس. الروعة هالتعاون اللي عم بيفرجينا إياه جميل صدير اللي بيوصل لدبل ديجيتس. على فكرة إله 11 نقطة أطلي وإله 10 نقاط جميل صدير. يعني البيك جايز السوريين بنادي أهلي حلب عم بيقاتلوا أمام لاعبي الحكمة حاليا اللي عم بيلعب برضوان بن سليمان. شو حلو هالكات ومش معقول. جود باس هو اللي بيمرره حاليا هو اللي بيستلم. روعة بيير ديشون جاكسون
نقطة ال 24 بالجيم. لكن شوفوا قد ايه ذكي، شوفوا قد ايه اتحرك الاخطر بالباسكت بول، هو اللي بيتحرك بدون كرة. عموما اذا ضيع اهلي حلب هالكرة المفروض يكون في تايم اوت. كريم عز الدين جود ديفنس، جميل جود ديفنس لرضوان، برافو للحكمة، الحكمة بفرجينا شخصية كبيرة خارج ملعبه وعلى ملعبه. يا وين الفرق اللي راح تحضر؟ وان كان الحكمة لازم يتحضر بشكل جيد لمباراته المقبلة في ايران امام جورجان، لانه جورجان صار ربحان ثلاث مباريات وعم بيعمل فارق كبير على كل الفرق بالمجموعة وعنده صدارة المجموعة. كرة عند بيير جاكسون، بيير إلى كريم عز الدين، كريم فرجينا تاني تمريرة مساعدة، رضوان بيقدر يمرر لكريم هالمرة، وكريم عم بيعمل الكات وفي فري ثروز. حلو شكل الحكمة هالموسم، صدارة الدوري اللبناني حلوة، وعنده مباراة كبيرة، مباراة الديربي مع الرياضي يوم 27 الشهر في الدوري اللبناني. الرياضي يوم الأمس فاز على نادي بيروت بفرق سلة واحدة 81-79 في مباراة انتهت باللحظات الأخيرة، والرياضي استعاد نغمة الفوز، وعنده جيم مهم مع الحكمة. الحكمة الفريق الوحيد اللي ما خسر ببيروت في الدوري. كريم عز الدين على الرمية الحرة الأولى بيضيعها، هاي أول رمية حرة لكريم عز الدين بالبيروت. باور فورورد منتخب لبنان صاحب المترين وستة، المولود في نفس اليوم الولد في معلق اللقاء يوم 8 أغسطس، لكن هو عام 1997 سجل 6 نقاط على جورجان، سجل 6 من 9 للرميات الحرة في أول مباراتين، 0 من 3 على الثري بوينتس. كريم عز الدين اللي سجل 6 نقاط على النفط وسجل 12 نقطة على جورجان. عموما الكرة عند أطلي مسجل 11 نقطة في المباراة، بيسجل نقطة 14، الروعة والحسنة الحلبية الجميلة في مباراة اليوم، زي ما كان متألق أمام جورجان وسجل 23 نقطة، عم بفرجينا تألق الروعة أمام واحد من عمالقة كرة السلة العربية نادي الحكمة، نقطة 14 للأطلي. مارك خويري بوبا بيعمل الكت على الباك دور ما اكتملت، الفارق 16، ثلاثية في الأجواء، ثلاثية ممكن إذا لفت عند براون، أندري فارس بيسلم عند براون ممكن ياخذها وشوت جامب شوت من الداون تاون. مارك خويري عم بيعمل جريت ديفنس لانه بيعرف انه شوتر ما سمح له بالشوت، لكن يبدو راح يشوتها، يبدو راح يشوتها، عكسها عند مين؟ عند حريري، درايف على الباسكت فيها فاول، الحكم بيقول ما فيها فاول، ترجع حكمويه. أطلي عم بيلعب بالقدم وباليد، والاهلي الحلبي قدم لنا فريق كره قدم سابقا كان ولا اروع بطبيعه الحال، وان كان حاليا أطلي بهالقدم ترجع الكرة لنادي الحكمة. على فكرة كلا الفريقين، الحكمة عنده فريق كرة قدم في لبنان كمان، والله يعين إدارة الناديين على مصاريف الباسكت بول وكرة القدم. الحكمة وأهلي حلب راح يكونوا في بطولة دبي، أهلي حلب راح يكون في بطولة دبي ممثل لسوريا، والحكمة راح يكون هو ونادي بيروت ونادي الرياضي وعلى الأغلب كمان نادي هومنتمن في بطولة دبي، 4 فرق لبنانية. عموما أهلي بني غازي من ليبيا راح يكون حاضر، والكلام عن أهلي طرابلس، هناك منتخب الفلبين، طبعا منتخب الإمارات راح يكون أيضا حاضر. البطولة في 19 من يناير المقبل عبر دبي الرياضية. عموما فارق 17 بوينتس، والكرة عند صاحب 22 نقطة بالجيم، سامحوني ال 24 نقطة بالجيم. بيير جاكسون قلت لكم بليفل تاني بعالم آخر، وإن كانت هالكرة بعالم آخر. بيير جاكسون عم بفرجينا تورنوفر، هو الثاني عليه في المباراة. بالنسبة للحكمة على مستوى التورنوفرز بالجيم، الحكمة عاملين 11، الفريق أصحاب الأرض هنا في حلب الشهبة، أصحاب الأرض في المدينة العاش على الباسكتبول والعاش على الرياضة، عاملين 15 تورنوفر. حتى لما يروح يلعب أهلي حلب مع الحكمة بغزير راح تكون قصة كبيرة، راح تكون قصة كبيرة، لأنه غزير كمان بكل ملعب بكل مباراة بكل تمرين ملعب غزير بيكون جاهز ومليء بالجماهير. حتى بالتمرين العادي بتلاقي جماهير الحكمة عم بيحضر تمرين عادي، مباراة ضعيفة، مباراة مش ضعيفة، مباراة قوية برضو الأهل جماهير حكموية حاضرة. رضوان زون ديفنس، سيكويك على أرض الملعب، كرة عند أحمد إبراهيم، أحمد بيحب هيك أماكن ياخذ 3 بوينتس منها، كرة ضاعت، كريم عز الدين جامب شوت ضاعت، أندري فارس على الريباوند، أندري فارس هذا أول ريباوند له بالجيم للاعب اللي عنده 3 نقط بالمباراة،
بلال بيحاول يتحدى، والله عاجبني انت، والله عاجبني، فيها فاول كمان. عموما 2 بوينتس، والله عاجبني انت، والله رائع، الروعه. 16 بوينتس مع 6 ريباوند وتمريرتين حاسمتين، بلغوه اعجابي، بلغوه اعجابي لانه عم بيلعب بقلب كبير. بحب اللعيبه اللي على ارض الملعب تلعب بقلب، الروعه. بلال محمد، بلال اطلي كره عند سيكويك الى كريم عز الدين، إلى بيير جاكسون، حكماوية متأسس فريقهم عام 1943، ناديهم عام 1943 لكن كباسكتبول عام 1992. عموما الكرة عند مين؟ عند الفريق المتأسس عام 1951، وهنا في الحمدانية عم بيحاول يسجل. جميل بيعكسها، الفارق عند 14، مباراة حلو. وبلال أطلي في كل مكان، بلال أطلي all day all night، بلال أطلي رجع الأهلوية من بعيد بعد ما عنده فرصة الآن يسجل نقطته 18 بالجيم. بلال أطلي بيستحق التحية بهالمباراة، عم بيقاتل، عم بيلعب. بدك تنتبه من الووكينج مرة تانية. عموما الفري ثروز لبلال أطلي في المباراة واحدة من واحدة، الفارق 14 11 مقابل 7. نتيجة بالكوارتر الرابع، تراجع للحكمة على فكرة دفاعيا بالكوارتر الثالث، الدليل أن الحكمة سمح للأهلي الحلبي 15 بوينت في الربع الأول، 15 بوينت في الربع الثاني، وبالكوارتر الثالث سجلوا 22 نقطة وكان قريب الأهلي حلبي يربح. بهالكوارتر الأهلوية عندهم 11 نقطة، الحكموية عندهم 7 points. ما بتقدر تعتمد برضو كمان بس على بيير جاكسون. عموما على مستوى الريباونز أفضل متابعين للكرات بنادي الحكمة، 4 ريباوند لكريم عز الدين، أو 5 لأحمد إبراهيم، 6 ريباوند، وهذا شيء غريب كمان لبيير جاكسون، و6 رضوان بن سليمان، هم أفضل ريباوند لكريم عز الدين. عموما بالنسبة للأهلي الحلبي بلال أطلي هو الأفضل بست متابعات، 4 ريباوند بالنسبة لبراون. جميل صدير ما لازم أظلمه أبدا، هو الأفضل في المباراة كلها بثمان متابعات. جميل صدير عمل كل الشغل اليوم هو بلال أطلي، 10 points مع 8 ريباوند، لازم تعطوا يا أهلوية الحق اليوم ونحكي إنه جميل صدير وبلال أطلي عملوا اللي عليهم أمام بطل العرب مرتين، أمام الفريق اللي مثل القارة الآسيوية في بطولة العالم من الأندية، أمام الفريق اللي عنده 3 بطولات آسيوية، أمام فريق الحكمة اللي عنده معدل بهالبطولة 82 نقطة بكل جيم، بطل لبنان 8 مرات اللي عنده معدل 37 ريباوند بكل مباراة. بلال أطلي رجع الأهلوية من مكان كتير بعيد، النتيجة 11-7، وخلنا نشوف نسبه لاعب أهلي الحلبي اللي عنده فوز وخسارة في البطولة. شوته كتير حلو، ستايلك رائع، شفته شوي مستعجل لاعب الفريق الأهلي الحلبي اللي عنده 15 تمريرة مساعدة في كل مباراة. عموما بلال أطلي برمي الحرة الأولى N، الثاني N، 18 points للاعب النجم بلال أطلي. أدت لعب يوما ما لمنتخب سوريا للشباب في بطولة آسيا في منغوليا، كان خارج سوريا وعاد لسوريا من بوابة الأهلي الحلبي اللي بيعتبر محمد إمام قدوته محليا، وليبرون جيمز عالميا، وكريم عز الدين بيسجل 2 points بروعة، بموف شيك كتير، الروعة كريم عز الدين. الكرة دائما عند براون، 80 مقابل 66، الفارق نزل ل 12، كرة حاليا فارق 14، كرة ضاحة. لا بدك مراجعة الحسابات يا نديم عيسى، بدك مراجعة الحسابات يا نديم عيسى على مسافة، الشوتة مش شوتك، صرت ماخذ 5 محاولات 0 من 5. ما علي بنحكي بالأرقام، الكرة دائما عند بيير جاكسون، بيير بياخذ السكرين من رضوان، بيير جاكسون جميل صدر بيعمل السويتش، رودي الحاج موسى أوت ضدك، أو الحكم احتسب الأوت على أندري فارس، يبدو على أندري فارس، أندري فارس ميكلسون اللي بيحمل الجنسية السويدية والسورية، هذا الكوتش التونسي سفيان فرجاني. حاب أشوف فريقك أفضل في المراحل المقبلة بصراحة، حاب أشوف لعيبتك نسبها على الثري بوينتس أحسن، وحاليا في بلوك رهيب لأطلي، أطلي عم بيتحدى والأهلوية عم بيركضوا على الفاست بريك، والحكم قد يحتسب خطأ غير رياضي طبعا، والحكم قد يحتسب خطأ غير رياضي، خلنا نشاهدها على الإعادة. أطلي شو عمل؟ الحكم احتسب فاول عادي ام خطا غير رياضي؟ خلينا نشاهدها، يبدو في احد الحكام احتسبها خطا عادي والاخر خطا غير رياضي. على الاعاده بتوضح اكثر، هذا اندري عمل كروس اوفر هون، سيكويك عمل فاول قوي، لكن القرار للحكام اذا خطا غير رياضي او لا. الكوتش جاد الحاج عم بيطلب تشالنج، عم بيتحدى قرار الحكم. عم بيقول كوت جاد الحاج هو خطأ عادي، لكن هون في إصابة يبدو لجميل صدير. خلنا نشاهد الكرة على الإعادة من جديد،
هو في فاول قوي، هل فيها مسك؟ خلينا نشوف الكرة هون، عمل فيها كروس اوفر، بعد عن الدفاع، هرب. والله بتنحسب خطأ بالرياضة، قد تحسب خطأ بالرياضة، يعني أنا قلت على المباشر، قد تحسب خطأ بالرياضة مثل هيك كرات، قد تحسب خطأ بالرياضة كمان أو الـ unsportsmanlike فاول. من جديد لأشرح الحالة الفنية، هون عمل كروس أوفر أو الخطأ اللي صار، هرب من الدفاع رودي، ما راح الكرة، وقف اللعب، أنا بحسبها خطأ بالرياضة، الحكم قرر له، والأهم قرار الحكم بالنسبة لي بكل تواضع، هذا خطأ غير رياضي. نفس الحالة لو كانت الحكمة أكيد راح أحكي نفس الشيء، طبعا خطأ غير رياضي، رمية الحيازة ما في كلام. 86 الحكمة يسير نحو الفوز بالمباراة، وهي مسألة وقت، 13 مقابل 9 للأهلي حلبي بهذا الربع. أندري فارس على الرمية الحرة، أندري هي أول رمية حرة له بالجيم. الأهلي الحلبي هي الحسنة الوحيدة بهذه المباراة أنه مضيعوا بس إلى رمية حرة واحدة، 6 من أصل 7، 7 من أصل 8، هي أعلى نسبة عم بيسجلوها. الأهلي حالي عندهم نسبة 37% على الفري قبل هالجيم، حاليا 8.26 30%، عندهم نسبة 62% على الفري ثرو لاين قبل هالمباراة، حاليا نسبتهم أعلى من 87%. كمان تنتين من تنتين بينحسب للأهلي الحلبي إنه ما رفع الراية اليوم أمام الحكمة، وإن كان الحكمة كان قادر يوسع الفارق أكثر من ذلك. عموما 80 مقابل 68، فارق 12 من حسب ببعض الدقائق، خاصة لبلال قطلي اللي عنده 18 نقطة و6 ريباوند، وكذلك لجميل صدير اللي عنده 10 نقاط مع 9 ريباوند، بكفي ريباوند واحد بيعمل الدبل دبل. عموما براون بيخلص الفارق ل10، والجماهير عم بتحمس، الجماهير مش محتاجة، محتاج باسكت بول، محتاج لعديل جميلة، محتاج فريق يقاتل على أرض الملعب، حتى لو خسرت على الأقل تظهر بشكل أفضل، هذا محتاجه ألا جماهير. بالنهاية كمان محتاج الفوز، لأنه الفوز هو الأساس في عالم الرياضة. بيير جاكسون محتاج مساعد الآن، كرة مقطوعة، الكرة عند براون، ثلاثية قد تشعل قاعة الحمدانية، ثلاثية قد تشعل قاعة الحمدانية. أنتوني عند ناديمو، العيساوي عم بيحاول، العيساوي اللي شات 5 تردد لأنه ما سجل أي واحد منهم، براون ما راح يتردد، نديم تتردد ولا بتروح عليك؟ عموما نديم بيروح على الباسكت، وصلت عند النجم، النجم ما بيرحم، النجم ما بيهدى، النجم وصل لنقطة 20 في الجيم مع 6 ريباوند. واو، رجعوا لنتيجة 80-72، رجعوا لنتيجة 80-72، فارق عم بينزل آخر 44 ثانية، الفارق بينزل عند 44 ثانية. عموما يوما من الأيام الحكمة ربح 87-78 في بطولة دبي ب 20 يناير عام 2008، سي كويك بيهدى، وداها عند أحمد إبراهيم، راحت عند اللي ما بيرحم، قالهم جود نايت، قالهم جود نايت، الصافرة حضرت والحكم شو بيقول؟ زمن الهجم انتهى، 24 seconds violation، مخالفة 24 ثانية. الحكم يوما ما ربح 74-63 في بطولة حلب الدولية عام 2008 ب 13 نوفمبر، الحكم يوما ما أعلى نتيجة ربحها كانت 94 نقطة على أهلي حلب مقابل 58 في بطولة دبي ب 20 يناير. شوف الجماهير الأهلوية صارت راضية عن فريقها، الأداء اللي قدمه الأهلي بأول شوط للنسيان، ما بيمنع أن الشوط الثاني ما كان جيد بشكل كبير، لكن تحسن عن اللي تقدم بالشوط الأول، لكن كباسكت بول لا. عموما الربع الرابع الأهلي الحلبي عاملين 19 مقابل 9، الحكمة حس أنه قادر يحسم المباراة. كمان الكوتش جاد الحاج ريح بيير جاكسون لأنه بيعرف كمان عنده استحقاقات مقبلة، وقلت لكم عنده الديربي مع النادي الرياضي يوم 27، وإن كان حدا بيسمعني بيقول لي راح يقول لي وينك وين 27، كلها حسابات بيحسبوها الكوتشية. وهون أنغام وهون موسيقى عم بتكون حاضرة بقاعة الحمدانية لجمهور الأهلي، والله جمهور الأهلي بيستاهل كتير، هذا الجمهور وفريقه اللي فازوا بكأس سوريا أول مرة على حساب الجلاء عام 1978، وبعدها بعام في دوري 79 الأهلي فاز على الجلاء مرتين، 90-72 و59-50. لما بقول عن الجلاء بتحدث عن من سيطر عن كرة السلة، على كرة السلة السورية من خمسينيات القرن الماضي لغاية عام 1979، وعنوان كرة السلة السورية الجلاء من 79 ل92 أو 93، عنوان كرة السلة السورية بالدوري تحديدا هو نادي الأهلي. وبعد ذلك أتى نادي الوحدة ربح أول، وكان أول فريق دمشقي بيربح بطولة الدوري السوري. عم الفارق عند 8، نتيجة 19 مقابل 9، بلال أطلي ب 20 بوينتس مع 6 ريباوند، 10 بوينتس لجميل صدير مع 9 ريباوند، وبكفي ريباوند واحد، النجم أطلي في كل مكان، راح في عند العيساوي، معقول ضيعها هيك، ضاعت الكرة
تورنوفر غريب، 17 كرة ضائعة. الحكاية انتهت. الحكماوية عنده 22 ثانية، الحكماوية رح ياخذوا كل وقتهم على الهجمة. الحكماوية قد يرفعوا الفارق عند حدود العشر نقاط، وقلت لكم يوما ما فازوا بفارق 9 في بطولة دبي بال2008. الحكماوية عام 2008 أيضا في بطولة دبي ب13-11 ب2008 في بطولة حلب عفوا ربحوا بفارق 11-74-63. والحكماوية سجلوا 91 نقطة في دورة الجلاء عام 2005، لكن أعلى نقاط سجلها الحكمة في سنة الأهلي الحلبي كانت 94 نقطة في 20 يناير عام 2011 في بطولة دبي، 80 مقابل 72 للفريق الحكمة. وعلى فكرة فريق الحكمة في كل مباراة من بطولة غرب آسيا عنده معدل 82 نقطة قبل هالمباراة. حاليا ناقص الحكمة 2 points ليوصل معدله. ماذا عن الأهلي الحلبي؟ الأهلي الحلبي معدله في كل مباراة في بطولة غرب آسيا 74 نقطة، كمان محتاج سلة. كل فريق محتاج سلة ليوصل معدله. الحكمة بيوصل للفوز الثاني له في بطولة غرب آسيا على النفط العراقي وعلى الأهلي الحلبي، وخسارة أمام غورغان. المباراة اللي عم تجرى أمامنا هي الثالثة لكلا الفريقين في المجموعة. عموما في وقت مستقطع عم بينطلب بهالأوقات. نادي الحكمة ربح البطولات العربية مرتين، لكن ما بيمنع انه نادي الحكمة كمان خسر بنهائي بطولة العرب. ثلاث مرات عام 96 الحكمة خسر النهائي العربي، عام 2008 الحكمة خسر النهائي العربي، وعام 2009 خسر النهائي العربي. الاتحاد فاز باللقب مرة وحال في المركز الثالث مرة عام 1991، قبلها قبل ما يربح البطولة العربية، يعني قبل ما يربح البطولة العربية عام 1992 الأهلي أو الاتحاد، لكن رح أقول أهلي حلب طبعا، عام 1991 في المركز الثالث. أطلي سرق الكرة، أطلي في كل مكان، لكن وصل عند رضوان. رضوان بيربح الفاول من أندري فارس. حكم الدولي اليمني طه الحاشدي بسرعة احتسب الفاول، ما تردد، صافرته مؤكدة تماما. رميات حرة للربح مع النجم الساحلي التونسي بطولة الأندية العربية مرتين، للربح مع الشارقة عام 2011، وكان معه كوري مين كان معه؟ كوري ويليامز أعتقد، لاعب أمريكي اسمه كوري ويليامز عام 2011 بصفوف نادي الشارقة، ربح معه بطولة الأندية العربية. رضوان بن سليمان اللي لعب لدينامو ولعب لسالة في المغرب، ولربح مع منتخب مع الأندية التونسية اللي مثلها 9 مرات الدوري التونسي و8 مرات كأس تونس، ومن فاز وهو الأهم مع منتخب بلاده بثلاث بطولات إفريقية عم بيضيع الرمية الحرة الأولى. رضوان على الرمية الحرة الثانية عم بينجح رضوان بن سليمان بنقطته ال 11 بالجيم. رضوان تنتهي من 4 على الفري ثرو لاين. عموما 81 مقابل 72، وهي النهايات لأنتوني بكر. هذه النتيجة النهائية في قاعة الحمادانية مع تصفيق الحلبية لفريقهم بالشوط الثاني. بس صدقوني عطفا على اللي قدموه بالشوط الثاني، ألف مبروك للحكمة، ألف مبروك لجمهور الحكمة كمان ولفريق الحكمة على هذا الفوز التالي لإله في بطولة فيبا، وصل لكرة السلة وحظ أوفر لفريق الأهلي الحلبي. تخيلوا الربع الرابع 19-10 للأهلي الحلبي على حساب الحكمة اللي كان مسيطر 25-15 بالربع الأول، 22-15 بالربع الثاني، و 24-23 بالربع الثالث. الأهلي الحلبي لعب الفترة أو الشوط الثاني كان أفضل. عموما بيير جاكسون قلت لكم بيطابق وباقي اللاعبين بيطابق آخر، 24 نقطة، 6 ريباوند، 3 تمريرات حاسمة، هو ستيب أهيد بلاير أوف ذا جيم وأفضل لاعب في المباراة، اللاعب الأمريكي في مباراته الثانية. على فكرة سجل 39 نقطة في المباراة الأولى و24 نقطة في المباراة الثانية، بمعنى 63 نقطة في بطولة فيبا وصل لكرة السلة لبيير جاكسون. هنا الجماهير الحمدانية اللي كانت تشاهد على هذا الحدث، الجماهير الحلبية الحلوة الرائعة اللي عم تتنفس باسكتبول اللي موجودة خلف طلعة الأهلي. وأخيرا ببارك لجماهير الحكمة اللي كانت متابعتنا عبر دبي الرياضية. إلى أن ألتقي بكم مع مواعيد أخرى لبطولة فيبا وصل لكرة السلة، هذه تحياتي أشرف سمار من كنت معكم، وتحيات زميلي هاشم السعدي في